بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في برنامجكم ملك كتابة أينما كنتم. عندما تغتال المسؤولية بيد الأهواء والمصالح. إبراهيم، أهلا بك يا باشمهندس، أهلا بك أعزائي المشاهدين، وموعد يتجدد معكم في لقاء الخميس الحلقة 839 من ملك وكتابة. يستغرب فيها المهندس عدلي من اغتيال المسؤولية؟ ما بقاش حد حاسس بمسؤوليته. صحيح يا إبراهيم، ما نشهده على الساحة الكروية أصبح محول الكرة إلى شيء دمه تقيل. عمالين نغذي الكراهية، كل واحد عشان يسوق المسألة في قالب المصالح الشخصية أو إخفاقات معينة أو نتيجة أهواء وانتماءات معينة، ناسين خالص مسؤوليتنا عن الناس، فتكون النتيجة هذا التراشق الغير مقبول إطلاقا بين الجماهير. الجماهير واصلة مش مستنية حد يؤجج باستمرار بأكاذيب وتدليس ومشاعرها. فين مسؤوليتنا تجاه هذه الجماهير؟ فين؟ انت عندك نماذج كتير هتطلع النهارده هتبين هو ايه يا جماعه، جرالكم ايه؟ في ايه؟ انتوا عايزين توصلوا لايه؟ عايزين توصلوا لايه؟ ليه كل ما تشعروا ان عوده الجماهير وشيكه تلعبوا على وتيره تسخير الجماهير على بعضها وما فيش حاجه يا استاذ ابراهيم تؤجج الانفلات قد انك تكرس للشعور الظلم. فانت خلاص، وخصوصا لما يكون التكريس ده بيبرر لك افاقك، فاسهل حاجه ايوه هي كده. النهارده الحلقه دي ارجو انها تكون بهدوء جدا وموضوعيه و و و و, و مهنية كاشفة يعني للحقيقة. ده كلام مهم جدا اللي بيأكد عليه المهندس عدلي، وده مضمون حلقة اليوم اللي عنوانها الرئيسي والعريض حقائق ما بعد الهوجة. الهوجة الكبيرة اللي حصلت من بعد امبارح، من بعد فوز الأهلي على الإسماعيلي، كمية دوشة وتفاصيل كتيرة قوي في المشهد الكروي، والحقائق ظاهرة. عشان كده الحلقة 839 دي هي سبوت على هذه الحقائق، علشان حتى كل الأطراف بالذات المسؤولية تجاه الجماهير، لأنه مسؤولية الإعلام عن الجماهير مسؤولية كبيرة جدا. احنا كتير بنحاسب الجمهور وبنحاكم الجماهير على ردات الفعل وعلى سلوكياتها وعلى ما ترتكبه من أخطاء، وناسيين ان احنا اللي كوننا هذه المشاعر، واحنا اللي غزينا هذه الانطباعات، واحنا اللي وصلنا الجمهور انه يكون عنده هذا الرأي. فلما بينفلت او لما بيخرج عن الإطار بنحاسبه، لكن هو في الأصل ضحية انه الإعلام الرياضي بيقدم له باستمرار ضخ مستمر لمجموعة من الحقائق او تزييف الحقائق اللي بتكون انطباعات سلبية افدحها واصعبها انه في جماهير تشعر بالظلم. هل هي بالفعل مظلومة نتيجة تعرضها لمثل هذه الممارسات المهدرة لحقوقها، ولا هي فشل إداري وفشل إدارات مش قادرة تلبي احتياجات ورغبات هذه الجماهير وأنديتها؟ عشان كده حلقة النهاردة باشمهندس تقف في المربع ده بكل تركيز. المهم إنك أي كلمة نقولها تبقى موثقة، مش عايزين تبقى مجرد انطباعات وآراء. ده كلام مهم جدا. الاهلي بعد الفوز امبارح الفريق ما رجعش للقاهره، فضل في اسكندريه في معسكر في برج العرب استعدادا لمباراه السبت ان شاء الله مع الاتحاد السكندري، وعنده مباراه بعديها يوم الخميس ان شاء الله 13 يوليو مع الزمالك. علشان ضيق الوقت ما بين مباراه الاسماعيلي ومباراه الاتحاد، الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره ابقى الفريق في الاسكندريه في معسكره. هنطلع لبرج العرب مع الزميل محمد توفيق نشوف هذا التقرير عن أحوال فرقة الأهلي. باشمهندس عبد القيعي، أستاذ إبراهيم المنيسي، تحياتي لحضراتكم، مساء الخير عليكم وعلى كل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان.
معاكم بالطبع من معسكر يعني فريق النادي الاهلي من هنا من مدينه برج العرب بمحافظه الاسكندريه استعدادا لمباراه الاتحاد السكندري، المباراه المؤجله من الجوله 21 من الدوري المصري الممتاز. لكن الجهاز الفني كابتن عدلي استاذ ابراهيم فضل بعد انتهاء مباراه الاسماعيلي بالامس انه يستكمل معسكره هنا في مدينه الاسكندريه. بالطبع يعني المباراه على نفس الملعب، ما فيش فاصل زمني كبير، بنتكلم في اقل من 72 ساعه ما بين المباراتين. لكن المعسكر هنا عاوز اقول لكم معسكر مثالي ونموذجي لاي فريق كره قدم، يعني الفندق على اعلى مستوى، ملعب تدريب موجود رائع جدا، المسافه تقريبا من فندق الاقامه هنا وملعب برج العرب اللي اقيمت عليه مباراه الاسماعيلي وهتقام كمان عليه مباراه الاتحاد السكندري تقريبا 10 دقائق بالحافله. فكان كل دوت عوامل كتير جدا ساعدت الجهاز الفني انه يعد معسكر كويس جدا، خاصه في ظل يعني تلاحق المباريات كل 72 ساعه مباراه وحاله الضغط يعني العصبي خاصه مع اقتراب حسم بطوله الدوري، وكمان الضغط الجسدي او البدني في ظل تلاحق المباريات. يمكن الفريق على طول عقب مباراه الاسماعيلي بالامس تناول وجبه العشاء، ومن بعدها على طول كل الفريق خلد النوم والراحه، بداوا على طول النهارده يومهم مبكرا. الفطار كان فيه تمام 11 صباحا، من بعدها الغداء فيه تمام 3 عصرا، وطبعا كان فيه كالعاده محاضره فنيه بالفيديو للجهاز الفني مع اللاعبين في تمام 5، ومن بعدها التدريب النهارده كان الساعه 6 مساء. يمكن المجموعه اللي خاضت المباراه امبارح بشكل اساسي خدوا تمرين استشفاء النهارده في الجيم، باقي اللاعبين خدوا تمرين قوي جدا استمر لمده 90 دقيقه مع مستر مارسيل كولر والجهاز المعاون في يعني الملعب المتواجد هنا في فندق الاقامه. يمكن الفريق على طول عقب انتهاء المران تناولوا وجبه العشاء، وحالا دلوقتي كل الفريق في غرفهم لاخذ قسط من الراحه قبل يعني معاوده التدريبات مره اخرى والاستعداد في يوم اخر غدا باذن الله. يعني ننتظر ان شاء الله بكره يكون يوم الفريق، الفطار في تمام 10 صباحا، بعد كده صلاه الجمعه هنا هتبقى في فندق الاقامه، من بعدها وجبه الغذاء في تمام 3 عصرا، وهيبقى برده في محاضره ثانيه للاعبين، وبعدها الفريق يختتم تدريباته يعني او معسكره هنا في الاسكندريه بتدريب اخير استعدادا لمباراه الاتحاد السكندري. ان شاء الله التدريب هيشارك فيه جميع اللاعبين اللي الحمد لله حالتهم البدنيه والفنيه اكثر من رائعه، ومن بعدها ان شاء الله هيكون العشاء وخلاص بقى الفريق هيستريح علشان استعدادا ليوم السبت يوم المباراه المقرر ليها ان شاء الله في 7 مساء على استاد برج العرب هنا في الاسكندريه. يمكن طبعا الفريق يوم المباراه برده هيبدا يوم مبكرا، هيبقى فطار بعد كده غدا، وكمان هتبقى في المحاضره الفنيه، وان شاء الله نتحرك لملعب المباراه في تمام 5 مساء. يعني دعواتكم ودعوات كل جماهير النادي الاهلي بالتوفيق. اعتقد 3 نقاط امام الاسماعيلي كانت غايه الاهميه، واكيد امام الاتحاد كمان هتبقى 3 نقاط غايه الاهميه. يتبقى فقط للنادي الاهلي مباراه وحيده على حسم اللقب الغالي لقب بطوله الدوري العام والدرع ال 43. يعني بشكل عام الاجواء هنا اكثر من رائعه، سواء درجه الحراره، التسهيلات في الفندق، كمان الملعب يعني زي ما قلت لكم اكثر من رائع، مساعد جدا الجهاز الفني واللاعبين على نجاح المعسكر، وان شاء الله يؤتي بثمار ويكون في راحه كبيره للاعبين خاصه فيما هو قادم من مباراه، خاصه يعني فيما قادم من مباريات، وان المباراه اللي بعد مباراه الاتحاد هي مباراه في غايه الاهميه امام فريق الزمالك. كل التوفيق للنادي الاهلي، ويبقى دايما النادي الاهلي في المقدمه ويبقى دايما رقم واحد. كمل حضراتكم وتفضلوا. شكرا جزيلا للزميل محمد توفيق وهذا التقرير الوافي اللي حط حضراتكم في الصوره كامله لحد يوم الماتش لغايه لحظه تحرك الاتوبيس لملعب الجيش في برج العرب ان شاء الله لمباراه السبت. القرار صح ان انت تفضل هناك في تركيز طبعا في عزم النقشه. تعالى ما ترجع هتكون بتوضى شنطتك عشان ترجع تاني. لا طبعا قرار مؤكد سليم، بس انا بس عايز اسال، لان ليه ملاحظه على الملاعب اخر اسابيع كميه الزحلقه اللي بتحصل للاعيبه مش مفهومه، يعني لازم وراها سبب فني، وانا اعتقد ممكن يبقى في اغراق زائد للملاعب، رش زياده شويه. يعني انا ما لاحظتش دي، ما خدتش بالك؟ يعني بتبقى مؤثره جدا في بعض الفترات، وانا نفسي بقى الاسبوعين الجايين يتحطوا في ظروف مثاليه شويه. يعني لو حتى كان في اخطاء الفتره اللي فاتت كلها، ارجو ان ما نشوفش حاجه منها الاسبوعين الجايين. نتمنى ده ان شاء الله. نجم الاهلي بقى حمدي فتحي اللي انتقل الى الوكره القطري، يمكن في ترحيب شديد من جانب النادي القطري بيه، والشيخ خليفه بن حسن الثاني رئيس نادي الوكره اعلن ترحيبه واستعداده بمواجهه الاهلي وديا، وطلب انه يلعب مباراه وديه مع الاهلي. وقال في تصريحات صحفيه في المؤتمر الصحفي اللي عقد ترحيبا بحمدي فتحي وانتقاله، قال ان احنا نتمنى انه يتم الاتفاق على تنظيم مباراتين وديتين بين الوكره والاهلي ذهابا وايابا في الدوحه والقاهره، وقال ان احنا بنرحب بدعوه الكابتن محمود الخطيب
وقال انه شرف كبير لنادي الوكرة اللعب وديا مع نادي القرن في افريقيا، وقال كمان ان الجمهور المصري له طابع خاص جدا، واحنا بننتظر من الجاليه المصريه والجماهير الاهلاويه في الدوحه دعم فريق الوكره في الدوري القطري، واوجه شكره لاداره النادي الاهلي وللكابتن محمود الخطيب على اتمام صفقه حمدي فتحي، وقال ان عقد حمدي فتحي انتقال نهائي لمده 4 سنوات وانه بينتظر من اللاعب الكثير. والله يعني الانطباع الجيد الذي يحظى به الكابتن حمدي فتحي من الناحيه الفنيه والاخلاقيه يعني كلاعب، نرجو انها تبقى نقطه ايجابيه وانطلاقه ايجابيه في مسيرته. هو لعيب عنده شخصيه، لعيب عنده مقومات تسمح له بالتطور، وشرف للكره المصريه طبعا والنادي الاهلي وكل من ساهم في تنشئه هذا اللاعب، ان يبقى عندك لعيب مش عارف ممكن يخرج من قطر على فين يعني. الحقيقه حمدي كمان اهتم وحرص امبارح على انه يعمل شكر لجماهير النادي الاهلي ولاداره النادي الاهلي والمسؤول النادي الاهلي على انستجرام، شكرا النادي الاهلي، شكرا الاداره، وشكرا جمهور النادي الاهلي العظيم، فخور اني كنت جزء صغير من كيان كبير وعظيم، شكرا على حبكم وعلى دعمكم اللامنتهي، ربنا وحده الذي يعلم كم كنت بموت نفسي عشان بحب الكيان العظيم وجمهوره الكبير، بتمنى لكم كل التوفيق دايما. واخيرا شكرا لجميع الاجهزه الفنيه واللعيبه المحترمه اللي بعتبرهم اكتر من اخواتي، بحبكم جدا وبتمنى لكم كل التوفيق فيما هو قادم مع نادينا العظيم، ويا رب تفرحوا جمهوره زي ما احنا متعودين ولنا عوده باذن الله. باذن الله. شوف الكلام ده انا بحب الكلام لما يكون من لعيب محترم ومقدر الفترات اللي هو قضاها، مقدر النجاحات التي حققها، الناس اللي دعمته والجمهور اللي ساعده، فما يقول لك ولنا عوده ايوه يقدر يقولها وباله مرتاح. يعني انا دايما بستشهد بمقولتك ان اي واحد بيطلع بتقول له المفتاح معاك، المفتاح معاك، ارجع وقت ما تحب. بشرط بشرط ايوه ما تعملش حاجه بقى تخليني ابقى مكسوف وانت راجع. عشان تفتح الباب لازم ما اسمعش عنك كلمه رضيه. تبقى راجع البيت زي ما سبته كده حلو وجميل، اهلا بيك وراجع يعني. الناس مرحبه وناس طبعا مبسوطه منك، ولادنا المفاتيح معاهم على طول. ده كلام مهم جدا. بمناسبه المفاتيح وبمناسبه ولادنا، اختبارات الاهلي في الشرقيه بتتواصل بنجاح كبير. مبدئيا قبل ما نتكلم على تفاصيلها عايزين نقول للكابتن بدر رجب المدير الفني لقطاع الناشئين الف الف سلامه عليك. يمكن ظروف صحيه طارئه ألمت بالكابتن بدر رجب ودخل المستشفى بيعالج إن شاء الله تعالى، أزمة بسيطة وتزول ويرجع يمكن بكرة أو بعد يخرج من المستشفى إن شاء الله بعد بعض التظبيطات الطبية، لكن ده جانب من اختبارات الناشئين في الشرقية، ودي بداية خروج الاختبارات السنة دي بره القاهرة. يمكن شفنا الاختبارات في أهل مدينة نصر في أسبوع واحد حضرها أكثر من 15,000 ناشئ، تم انتقاء عدد من الولاد. الحقيقه الكابتن خالد بيبو مدير القطاع والكابتن وليد سليمان مساعد مدير القطاع عاملين تنظيم اداري كبير، والكابتن بدر رجب كمدير فني مع الكتيبه الفنيه بتاعته ربنا يديله الصحه بدر، بذلوا مجهود كبير في استقبال الولاد. والحقيقه يمكن لاول مره الاهلي نزل باعمار البراعم شويه لغايه 2018، يعني بنتكلم هو انا شوف اكلمك بامانه جديده عليا، عايز استوعبها بس ونشوف نتيجتها ايه. فبعد اختبارات القاهره انتقلت للشرقيه ابتداء من يوم الثلاث في مقر اكاديميه الاهلي في مركز شباب ابو كبير، وهتستمر عمليات الاختبار يمكن كان المفروض تنتهي النهارده مدوها يوم اضافي للجمعه، وبتبدا من الساعه 7 صباحا في مقر اكاديميه الاهلي في نادي النصر للبترول، دي اللي هتكون ان شاء الله في السويس. يمكن بعد الشرقية هيروح السويس، هتكون في مقر أكاديمية الأهلي في نادي النصر للبترول. نتمنى التوفيق، خطوات مهمة، وخلي بالك الانتقال خارج القاهرة بيلبي احتياج جماهيري. الناس نفسها تشوف الأهلي في أي مكان، وانت لامس هذا الأمر عندك في الصعيد. وطبعا برضه جماهيرنا تحتاج مننا مجهود زياده برضه. ده بالتاكيد، ويعني
يمكن ترتيبات كتيرة في الأهلي يا جماعة في كل الاتجاهات، زي ما قلت لكم ما شاء الله احنا بنتكلم دلوقتي على مقرات كبيرة للنادي الأهلي، إذا كنا بنتكلم على المقر الرئيسي في الجزيرة مدينة نصر الشيخ زايد، التجمع كمان آخر العنقود، والعمل بدأ في مقر العالمين، فأعتقد دولاب عمل كبير جدا بيشرف عليه بكفاءة وبوعي وبعلم الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير يا استاذ ابراهيم، مساء الخير كابتن عادل، كل سنه وحضراتكم طيبين وجمهور النادي الاهلي بخير واعضاء الجمعيه العموميه بكل صحه وسعاده يا رب ومصر بخير دايما ان شاء الله. يا دكتور سعد، الانتقال من هدف مش في كوره من هدف الى اخر، ده طلع برضه في الانشاءات والتطوير، مش عارف تشم نفسك انت، بس هي دي الضريبه حقيقة. طبعا زي ما حضرتك اتفضلت يا كابتن عدلي، احنا طبعا الضريبة ان احنا نكون في خدمة اعضاء جمعية العمومية للنادي الاهلي، خدمة جماهير النادي الاهلي اللي بتقدم برضه هي كمان تضحيات، واللي بتقدم كل الدعم والمساندة، واللي بتقوم بعملية الاختيار لمجلس ادارة يقدر يقود مسيرة النادي الاهلي ويحقق نجاحات زي ما حضرتك تفضلت، مش بس نجاحات رياضية ولكن نجاحات ايضا في تحقيق اهداف استراتيجية تتعلق بالاهداف بتاعت الدوله المصريه واهداف التطوير اللي بتاخدها الدوله المصريه. النادي الاهلي لاعب رئيسي فيها، واعتقد ان الفرع الاخير الحمد لله يعني بيشهد له الجميع بتقدير واعجاب شديد، وده مش كلام مرسل بقى، عشان برضو بعض الناس دايما بتبقى شويه بتحب الحقائق، والنادي الاهلي ما بيتعاملش غير مع الحقيقه طول عمره، وبيترك ايضا الحاجات اللي فيها انفعالات ومشاعر. يمكن احنا كان عندنا اقبال شديد على العضويه في الفتره اللي فاتت، يمكن احنا يوم الاثنين اللي هو اليوم قبل وقفه العيد مباشره في الحقيقه كان عندنا عدد كبير من الاعضاء، لان كان في تدافع كبير جدا جدا عشان الاستفاده من رسم العضويه الحالي، لان الزياده المقرره اللي قررتها الجمعيه العموميه واللي تم تصويت مجلس ادارتنا المؤقر فيه ان هو يحدد الموعد بتاعها، كان في الحقيقه 30/6 ان احنا نقدر نعمل الزياده دي ونطبقها، ولكن في الحقيقه احنا صادفنا زحام شديد يوم الاثنين اللي هو قبل اجازه العيد مباشره، وكان في طلب من الاعضاء اللي لم تحالفهم الظروف في استكمال اوراقهم واستخراج دفاتر الشيكات، لان احنا زي ما انتم حضراتكم عارفين احنا عندنا اكثر من نظام تقسيط عملناه، سواء كان للمجموعات او للمؤسسات او ايضا للنقابات المهنيه او لمؤسسات الدوله المصريه الوطنيه، فكان عندنا كل النظم متاحه اللي بتمكن الراغبين في الانضمام لعائله النادي الاهلي بان هم يشتركوا، فكان في طلب ملح في الحقيقه بان احنا لو يمكن مد هذه الفتره حتى يستكملوا الاجراءات بتاعتهم، مش بس الاخوه اللي كانوا موجودين معانا يوم الاثنين، احنا جالنا عدد كبير من المكالمات التليفونيه من كل الدول العربيه، من المملكه العربيه السعوديه، من دوله الامارات العربيه الشقيقه، من دوله قطر، من دوله البحرين، كل الاخوه اللي موجودين في هذه الدول الخليجيه الشقيقه كان عندهم رغبه ايضا بان هم لسه ما سمحت لهمش الظروف بانه يؤدوا فتره اجازاتهم داخل الدوله المصريه، فبالتالي عرضنا الامر على مجلس ادارتنا الموقر برئاسه محمود الخطيب، ويمكن خلوني برضه نضيف هذا الخبر السعيد من خلال برنامجنا الكبير الملك وكتابه، كان في استجابه وتقدير من الكابتن محمود الخطيب ومجلس ادارتنا الموقر ان احنا نمد فتره العمل في بالسعر الحالي لقيمه اشتراك العضويه في كل الفروع بتاعتنا، سواء كان فرع المقر الرئيسي بقيمته الحاليه، وايضا فرع الشيخ زايد، وايضا فرع القاهره الجديده بنفس القيم حتى 30/8، تيسيرا على الساده الراغبين في الاشتراك والتمتع بالسعر الحالي في الحقيقه، وايضا بعض التحديات اللي بتواجه الاعضاء في استكمال عضويه. النهارده يمكن كان عندنا لجنه عضويه واستكملنا الاعداد الكبيره اللي بتتقدم بال على خدمات العضويه في النادي الاهلي، ويمكن لجنه العضويه المؤقره عندنا في سؤال دايما نحب نطرحه على الساده المتقدمين، ايه رايكم في فرع القاهره الجديده؟ بالحقيقه بنجد كل تقدير للشكل الحضاري اللي ظهر عليه الفرع والخدمات المقدمه فيه. ده كان برضو محور مهم، وده خبر اعتقد ان احنا خصينا بيه ملك وكتابه، لسه يمكن احنا يعني صدر لنا هذا القرار من
مجلسنا الموقر برئاسه الكابتن محمود الخطيب. الحاجه الثانيه المهمه كمان، انا بس عشان ااكد تاني على المعلومه دي، يعني حصل مد للعمل، مد للاسعار الحاليه لغايه 30/8، لحد 30/8 يقدر الساده الاعضاء اللي هم قدموا اوراقهم واللي عايزين يستمروا في الاشتراك يقدروا يستفيدوا. يعني اذا بس عشان اوضح دي، ده قاصر على اللي اوريدي مقدم وما عملش اجراءات، واللي يقدم جديد ولا ممكن حد جديد يقدم خلال الفتره الحاليه ايضا هيستمتع بهذا. يعني لحد 30/8 يا جماعه داخل او خارج القطر المصري عندكم فرصه بالاسعار الحاليه بنفس النظام. دي الحاجه المهمه. ايضا كمان عندنا خبر مهم جدا لاعضاء من اعضاء الجمعيه العموميه، وهي تجديد الاشتراكات السنويه اللي بدا من 1/7. وكان عندنا حاجه برضو مهمه، تطور مهم بيحدث في النادي الاهلي، وهو تطوير بطاقه العضويه واستخدام بطاقه عضويه ذكيه ايضا لكل فروع النادي الاهلي، سواء كان مقر الرئيسي بالجزيره او مدينه نصر او الشيخ زايد او القاهره الجديده. في الحقيقه الحمد لله الحمد لله، يمكن انا بقول لحضراتكم بالارقام، وصل عندنا 28568 بطاقه في الشيخ زايد، ودي بطاقة مستمرة لأربع سنوات هيتم تسليمها إن شاء الله من يوم الأحد القادم إن شاء الله للسادة الأعضاء المؤخرين في فرع النادي الأهلي في الشيخ زايد. أيضا فرع القاهرة الجديد 8560 بطاقة عضوية اللي هم كانوا اشتركوا إن شاء الله دول بدأ التسليم فيهم من اليوم، بدأنا تسليم. بس عايزين نشرح كلمة البطاقة الذكية برضو يا دكتور سعد. نعم، عايزين نشرح كلمة البطاقة الذكية. هي بطاقة بتستخدمها حضرتك لمدة 4 سنوات متتالية، بيتم تجديد الاشتراك السنوي بنفس البطاقة، بمجرد ما بتجدد الاشتراك بيتم تسجيل البطاقة لمرة أخرى، بتستخدمها في الجمعيات العمومية. وهذه البطاقة أيضا لها استخدام آخر، يمكن استخدامها ككارت مدفوعات لكل العمليات اللي أنت بتستخدمها داخل النادي الأهلي وخارج النادي الأهلي أيضا، وده بيتوقف الاستخدام الثاني ان هي تستخدم كبطاقه مدفوعات لانها صدرت مع البنك اللي هو البنك الرسمي للنادي الاهلي الراعي. ودي ايضا استراتيجيه جديده استخدمها النادي الاهلي في تعميق حجم المنافع اللي بيحصل عليها رعاه النادي الاهلي، عشان الناس دايما بتسال. تسمح لي ان اهنئ صاحب الفكره سواء من البنك او من النادي، وغالبا وراها شخص انا اعرفه جيدا خبير تسويق كبير لان الفكره دي الفكره صاحب هذه الفكره مجلس اداره النادي الاهلي الموقر. تمام بدانا فيها من فتره في الحقيقه، وكان النادي لما تعاقد مع البنك الرسمي اللي هو بنك فاب الاول، في الحقيقه البنك كان حريص على انه يخش وياخد هذه الخدمه ويستخدم هذه الخدمه، والخدمه دي اعتقد ان هي واحد من الخدمات التطويريه للنادي الاهلي. تسمح لي اشرح معاك برضو لان الاعضاء ممكن او الناس عايزه تفهم، يعني بالكارت ده البنك بيديك كريدت او بيدي لك ميزه انك تشتري، ها، وكانك فاتح حساب عنده. والبطاقه دي كمان احنا عملنا حاجه كمان مهمه جدا، يعني حضرتك يعني يا كابتن عادلي مشكورا وضحت حاجه مهمه، انا محتاج ان انا حضرتك تسمح لي ان احنا نوضح للاعضاء. اتفضل. بمجرد حضرتك ما بتجدد الاشتراك السنوي بتستلم البطاقه العضويه الجديده اللي هي بتستخدمها، يمكن استخدامها ككارت مدفوعات، ما بتروحش هنا ولا هنا، انت في الشباك المجاور ليك حضرتك في مكتب البنك موجود جنبك، مع مكتب البنك ايضا موجود شركه فوري تقدر تشحن البطاقه وانت واقف عشان تديها للاولاد ان هم يقدروا ايضا يستخدموها ككارت مدفوعات عشان ما يفقدوش نقودهم او الى اخره. يعني كارت بيتشحن بنقود حضرتك شركه فوري ايضا تعاقدنا معاها وانهينا العقود الحمد لله. نيجي بقى طبعا للمقر الرئيسي والمقر التاريخي لينا، طبعا هنبدا التسليم بتاع اول 75. حضرتك انا بقول ارقام شويه يمكن عشان الناس تشوف حجم العمل اللي احنا بنشتغل فيه، عشان احنا يمكن ما سلمناش البطاقه السنه اللي فاتت اللي سددوا الاشتراكات السنه اللي فاتت هم اللي تم استصدار البطاقات ليهم،
طب معنى كده هل يا دكتور سعد احنا الناس اللي ما سددتش الاشتراكات السنه اللي فاتت مش هيبقى لها بطاقات؟ لا، بمجرد حضرتك ما بتسدد الاشتراك خلال 7 ايام عمل بيتم اصدار البطاقه اللي هو الاشتراك الجديد، يعني دخلنا في يوليا بقت الاشتراك السنه الجديده. اي واحد يسدد الاشتراك هيحصل على البطاقه. احنا ان شاء الله متوقعين ان احنا نصدر هذا العام 800,000 بطاقه. ما شاء الله. 800,000 بطاقه بنصدر في الجزيره من بدايه من الاسبوع القادم ان شاء الله 75,000 بطاقه. طب منظمين العمل ده ازاي؟ احنا يمكن الاستاذ ابراهيم مشكورا دلوقتي كان عرض اعلان في تطبيق على الواتساب، حضرتك بتحط رقم العضويه بتاعتك باللغه الانجليزيه، الناس هتشوفه دلوقتي تاني. بتحطه على التطبيق بيظهر حضرتك هل البطاقه بتاعتك موجوده في مقر النادي بالجزيره او مقر النادي بمدينه نصر او مقر النادي بالقاهره الجديده او مقر النادي بالشيخ زايد، عشان حضرتك ما نعمل ما فيش تكدس كبير يبقى امام بوابه الاشتراكات. لان حضراتكم تخيلوا بنبدا نحصل الاشتراكات السنويه اللي من 1/7، بنبدا ايضا نستكمل العضويات الجديده اللي في القاهره الجديده، وايضا في الشيخ زايد ايضا الاثنين عليهم حجم اقبال كبير جدا الحمد لله بتوفيق ربنا سبحانه وتعالى. وبيقول لحضرتك لو يا ريت الاعداد يحطوا لنا المستند اللي احنا بنتكلم عليه، وده هينزل على السوشيال ميديا بتاعت النادي الاهلي. ده واحد من الجهود الكبيره اللي يعني بياخدها مجلس ادارتنا وايضا ادارتنا التنفيذيه. وخليني انتهز الفرصه ان انا اوجه الشكر الجزيل لمجلس ادارتنا وايضا جمعيتنا العموميه الموقره على تعاونها الكبير معانا عشان النادي الاهلي دايما يظهر بالصوره الحضاريه اللي تليق باسم وتاريخ النادي الاهلي وجمهورنا ايضا العظيم وكل الادارات اللي موجوده في الاداره التنفيذيه اللي في الحقيقه بيبذلوا مجهود. كمان مدينا ساعات العمل، مدينا ساعات العمل من الساعة 9 للساعة 9 مساء في إدارة الاشتراكات، يعني أي حد يقدر بعد انتهاء ساعات عمله في شغله الطبيعي يقدر يتوجه لإدارة الاشتراكات بعد ما يخلص العمل بتاعه الساعة 4، الساعة 5، 6، 7، 8، 9. إحنا مستمرين في استقبال أيضاً أعضائنا الموقرين سواء كانوا عايزين يسددوا الاشتراكات السنوية أو عايزين أيضاً يشتركوا في النادي الأهلي عضوية جديده، وده طبعا مسموح لصدى الاعضاء زي ما حضراتكم عارفين ان احنا قدامنا لحد 30/9 تقدر تسدد الاشتراك السنوي بتاع العضو. ده يعني بشكل ملخص كده. كمان النادي الاهلي النهارده طبعا بيقدم خدمه جديده لكل اعضاء الجمعيه العموميه الموقره، ان احنا النهارده بنقدم خدمه متميزه في مارينا النهارده وباسعار كمان منافسه جدا جدا، واعتقد الكابتن محمود الخطيب يمكن كان موجود في زياره كريمه وكل الساده الاعضاء الموقرين كانوا في غايه الفخر بالنادي. الناس مبسوطه جدا جدا يا دكتور سعد، وناس كتير بتكلمني توسط لي وتقول الموضوع مش محتاج واسطه، حضرتك لو اتصلت بالشخص المسؤول في ثانيه هيحل لك كل طلباتك. خطوه كانت ناجحه وهامه. زي ما حضرتك تفضلت يا كابتن عدلي بيجي لنا مئات الرسائل من الساده الاعضاء الموقرين في الحقيقه، شكروا في كل الزملاء اللي موجودين في مارينا وتنظيم العمل. وزي ما حضرتك قلت احنا مش محتاجين واسطه في النادي الاهلي لان الموضوع مبني على حياديه كامله، كل الاعضاء يتمتعوا بفرص متساويه للاستمتاع بهذه الخدمه، بالاضافه ايضا للخدمه اللي بنقدمها من سنوات عديده في مرسى النادي في مرسى مطروح ايضا بشكل ايضا متميز وشكل ايضا راقي يليق باعضاء النادي الاهلي. كمان عندنا فرصه ان احنا عملنا بعض العروض في الويك اند بس الخاصه في 3 ايام، وكمان مستمر في فرص ففي حاله رغبه الساده الاعضاء حجز يعني الاستخدام في مارينا ايضا ما زالت الفرصه قائمه، وعليهم ان هم يتوجهوا لاداره الحجز والرحلات ان شاء الله ويستمتعوا بالخصومات. انا بقى يمكن بطرح بشكل سريع كده الخدمات المتنوعه في كل المجالات، وده يمكن اللي بيخلي النادي الاهلي دايما في الرياده وبيخلي النادي الاهلي مش بس في كل المنافسات الرياضيه هو القائد وهو الكبير، لا ايضا النادي الاهلي النهارده اصبح هو المؤسسه الرياضيه رقم واحد في كل الخدمات الاجتماعيه اللي احنا بنحاول نسرد جزء منها. ففرصه كبيره جدا ان من يرغب في يعني الاستفاده بالخدمات المقدمه داخل النادي الاهلي. كمان بدانا في التجمع اكاديميات كره القدم، وتم الاجتماع بمدير الاكاديميه الكابتن شطه وايضا تعيين مدير اكاديميه
في القاهرة الجديدة، وبدأت فعاليات الحجز لأكاديمية كرة القدم، وإن شاء الله كل أكاديميات النشاط الرياضي اللي موجودة في القاهرة الجديدة سوف تبدأ مع بداية 1/8 إن شاء الله. فأعتقد إن إحنا ماشيين في خطى أيضا تتناسب مع الخطى اللي بيصير فيها الإنجازات الرياضية، بتصير أيضا إنجازات البنية التحتية، بتصير أيضا تطور الخدمات التكنولوجية في النادي الأهلي. وخليني كمان أهني المهندس عدلي وأهني النادي الأهلي وأهني شركة الأهلي لكرة القدم بالنجاح المبهر لتطبيق أنا أهلاوي، وتجينا اتصالات من الولايات المتحدة الأمريكية ومن الإمارات العربية والمملكة العربية السعودية بالانبهار بهذا التطبيق، وبنستأذن المهندس عدلي أنه يسمح لنا أن إحنا يفتحوا الاستقبال الرسائل من الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية في التسجيل التجريبي لهذا التطبيق الممتع. واستقبلنا أول فائزين من التطبيق في النادي الأهلي اللي خدوا الصورة التذكارية بشكل أكثر من رائع مع كأس البطولة الأفريقية رقم 11، وده حاجة للجمهور إن إحنا خدمة جديدة أيضا بنقدمها لجمهورنا العظيم اللي بيقدم كثير من التضحيات، واحنا كمان عايزين نشاركه في السعاده وعايزين نشاركه في الفرح. انا عايز اتوقف عند كلمه هذا التطبيق، لان الحقيقه اللي جماهيرنا اللي بتتساءل، استاذ ابراهيم الدكتور سعد الله ما هو سايب حاجه، جماهيرنا اللي بتتساءل ازاي تدعم ناديها، احنا عايزينك تتبرع ولا عايزينك تعمل اي حاجه، عايزينك تستفيد من التكنولوجي والاطروحات التي يطرحها النادي الاهلي. ها مجرد مشاركتك معانا، مجرد حتى دعمك لرعاة النادي الأهلي هو ده الإسهام الحقيقي، وهو ده الوقوف الحقيقي في دار النادي الأهلي بتمويل جماهيره مقابل خدمات هو بيحبها ومحتاجها. تفضل يا دكتور، أنا آسف على المقاطعة. يمكن بقى أنا يعني أحب أقول حاجة مهمة جدا كابتن عدلي ذكرها، التطبيق التكنولوجي. يمكن إحنا برضو كل حلقة بحاول دايما أذكر أعضائنا وجماهيرنا وذكر نفسنا إن إحنا مجلس إدارتنا المؤخر كان حريص إن تبقى على البوابات الرئيسية للنادي الأهلي الكلمات الرئيسية تاريخ مبادئ تطوير. فآخر كلمة هي التطوير، التطوير مستمر في النادي الأهلي والتطوير مستدام في النادي الأهلي والتطوير سمة من سمات النادي الأهلي. فعندما كان هناك افتتاح مقر القاهرة الجديدة كان هناك انبهار بهذا الفرع والطرح الكبير، ولم تمر أيام قليلة حتى أعلن مجلس إدارة النادي الأهلي أنه بدأ في اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية لفرع العالمين النادي الأهلي. إن شاء الله ربنا يوفقنا. دكتور سعد، عندما يكون هذا هو تكوين مجلس إدارة النادي الأهلي وهذه رؤى وهذا هو عنوان سياساته تاريخ مبادئ تطوير، وعندما يكون جهاز الفن يرأسه أستاذ جامعي خبير تسويقي، ماذا ننتظر إلا أن كل الناس اللي عمالة بتتكلم تقول لك والنادي الأهلي والنادي، عرفتوا ليه النادي الأهلي يا جماعة سابق بخطوة؟ لأنه على طول بيفكر في بكرة وبعده، على طول بيستند إلى العلم، على طول بيلبي الاحتياجات الواقعية لجماهيره، مش منشغل بغيره، مش عندوش وقت يضيعه في المهاترات. أنا يعني كل ما يجي الدكتور سعد بتبقى فرصة نوري الناس هو النادي الأهلي بيشتغل إزاي. طب ما فرصة وأنا أسأل يا دكتور، الجمهور بيسأل مشروع الإستاد هل في جديد قريب؟ إن شاء الله، إن شاء الله بإذن الله، إن شاء الله قريبا قريبا سوف يكون هناك. أيضا يعني إحنا مش متعودين في النادي الأهلي نقول هنعمل، ولكن عندنا في النادي الأهلي لما بنعمل بنوضح ازاي عملنا، فهتكون ان شاء الله. ما تحرقش المفاجآت يا ابراهيم. حاجة مهمة جدا جدا جدا. يمكن احنا زي ما قلت الناس كلها كانت بتتكلم من فترة ان احنا عندنا حاجة في العالمين، النهارده احنا بنعمل افرع، ومش عايز اقول كلمة افرع، بنعمل اندية للنادي الاهلي في اماكن كتيرة، المساحات بتاعتها في الحقيقة ما بتقلش. يمكن احنا فرع العالمين في هذا المكان الاستراتيجي، مساحة فرع العالمين الارض اللي تم تخصيصها، خلي بال حضرتك من الكلمة اللي أنا هقولها، الأرض اللي تم تخصيصها بالفعل من قبل وزارة الإسكان في الحقيقة 43 فدان في هذا الموقع الاستراتيجي. في الحقيقة عندنا على فكرة دراسات، الكلام ده ما أعلنوش إلا لما عملنا دراساتنا وشفنا
العائد على الاستثمار بتاعنا شكله ايه، والبنيه التحتيه التطور فيها هناك في مدينه العالمين شكلها ايه، وحجم الاستثمارات. يا دكتور سعد برضو هقاطع مقاطعه برضو بتدعم فكرك العلمي. انا كنت هناك الاسبوع الماضي في احد الفنادق الحديثه التي انشئت الابراج الجديده دي، اللي شفته هناك حاجه عالميه. صحيح. والمنظر والشاليهات اللي جوه البحر والبحيرات والبنيه التحتيه والتنميه اللي حاصله في المنطقه في وجود النادي الاهلي، يا جماعه نحن نؤكد ان منطقه العالمين ستشهد عصرا غير مسبوقا، وهتشوف عمل نموذجي كما يتمناه كل المصريين وخصوصا الاهلاويين. يعني في حته كابتن عادل اسمح لي اخيرا اختم بيها اذا حضرتك سمحت لي استاذ ابراهيم. اتفضل. الجمله الاخيره اللي حضرتك قلتها، الدوله المصريه واستثماراتها في العالمين، النادي الاهلي كاحد المؤسسات الوطنيه الرائده دائما كتف بكتف لتنفيذ رؤيه الدوله المصريه وتحقيق كل الاهداف الاستراتيجيه لهذه الدوله، وده دور النادي الاهلي دايما كمؤسسه وطنيه عريقه، مؤسسه وطنيه كبيره تدعم وتساند كل المؤسسات الوطنيه المصريه، وايضا المؤسسات الوطنيه المصريه تدعم النادي الاهلي، فكنا اول الانديه اللي راحت العالمين لتدعم استثمارات الدوله المصريه في هذه المدينه الواعده ان شاء الله، والتي سوف تكون محور حديث كل المدن العربيه والاوروبيه. تمام يا دكتور، وشاكرين حضرتك جدا على هذه الإفاضة وكل هذه المعلومات، واعتقد تسعد جماهير النادي الأهلي وأعضائه. شكرا ليك. شكرا. بص يا استاذ ابراهيم، شكرا جزيلا للدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي، واعتقد اخبار كثيره مهمه لاعضائه الجماهير النادي. بص يا استاذ ابراهيم، اعظم عمليه تسويقيه، اعظم عمليه اعلاميه، اعظم عمليه ترد بيها على كل المهاترات اللي بتنالك، انك تقدم نفسك وتقدم جهدك وتقدم فكرك وتقدم طموحك بالشكل اللي تم طرحه ده، فالناس تشوفك على حقيقتك، والناس تقول الله انتوا بتتكلموا في ايه؟ خليكم انتوا اشتموا واعملوا ها وشدونا من طرف الجلابيه، بس احنا بنعرف نجر رجلينا ونجر الناس ورانا. اي انسان هيتجاسى حق النادي الاهلي ما تردش عليه غير بالكلام اللي ايه اللي زي بيقول الدكتور سعد، احنا هنعمل وعملنا وبنعمل واحنا سابقين وبنفكر وهنفكر، وبعد سنه اليوم اللي فكرنا فيه اصبح واقع، واحلامنا القادمه هي مشاريعنا الحاليه، وهكذا. هو ده النادي الاهلي استاذ ابراهيم، اللي عمالين يتساءلوا اشمعنا 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 في ايه؟ طول ما انت بتهاجمني ومشغول بيا انا مرتاح وبشتغل، لكن انت مهموم بيا، انت واللي بتتمناه مش هيحدث. مش هيحدث ليه؟ لان انا متمسك باسلوبي بمنهجي انا كنادي اهلي، ورايا جمهور بيثق في ادارته، بيثق في قراراتها، احيانا يحب يعني ايه من قلقه اكنه بينبه عايزين وعايزين، وخلي بالكوا يفاجئ ان النادي الاهلي مش بس مخلي باله، ده في خطواته سابق سبقت باله، سبق الاحلام. فربنا يديم علينا نعمه، اولا الترفع عن الصغائر، ثانيا عدم الانشغال الا بمشاريعنا وبافكارنا ومصلحه النادي الاهلي ومصلحه هذا الوطن، ان نكون مكانا وخليه صحيه صالحه في وطن وفي جسد وطن قوي، هكذا نريد النادي الاهلي. والحقيقه هو ده الاهلي اللي بيعمله حتى على المستوى الكروي، في كره القدم اعتقد النادي الاهلي ما حققه من انجاز في دوري ابطال افريقيا، الاداء الرائع اللي هو امام الوداد البيضاوي المغربي الشقيق، تتويج الاهلي بالبطوله الافريقيه، وضعت حد للسيطره الكرويه المغربيه على مقاليد القاره الافريقيه، وده اللي عمل قيمه كبيره للكره المصريه في المغرب الشقيق. لمس ده المنتخب الاولمبي هو بيتنافس في طنجه، المدينة المغربية اللي في الشمال اللي استضافت الأهلي في كأس العالم للأندية، واللي الأهلي قدم من خلالها صورة ولا أروع عن الكرة المصرية وعن قيمة النادي الأهلي. النهارده المنتخب الأولمبي هو بيحل في نفس المدينة وبيشارك
في بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة، والحمد لله نجح في انتزاع تذكرة التأهل لأولمبياد باريس. استفاد قد إيه من القيمة اللي النادي الأهلي عملها، الروح اللي النادي الأهلي أوجدها، لعيبة المنتخب الأولمبي بمجرد ما وصلوا كانوا مستلهمين نموذج النادي الأهلي في الفاينل مع الوداد، إن احنا على نفس الأرض وفي ذات البلد الأهلي تفوق وتألق وتوج، فسار المنتخب الأولمبي على نفس النهج حتى تمكن والحمد لله من بلوغ المباراة النهائية اللي هتكون مساء السبت أمام المنتخب المغربي الشقيق، وقد تأهل كلاهما إلى باريس. الأفريقيا بتأهل ثلاث منتخبات، الأول والثاني والثالث، والرابع بيصفي مباراة آسيوية، لكن منتخب مصر ببلوغ المباراة النهائية مع المغرب ضمن هذا الحضور في باريس فحقق هدفه. يبقى ان هو يتنافس على كأس البطولة الأفريقية تحت 23 سنة، بنتمنى له فيها التوفيق. واديكوا شفتوا حارس النادي الأهلي حمزة علاء، الحارس الشاب الواعد، بياخد أحسن حارس في البطولة، بياخد حتى الآن الأربع مباريات كلين شيت أو شباك نظيفة في البطولة، الفيفا بيشيد بيه، الاتحاد الأفريقي بيشيد بيه، وأعتقد ده كمان بيطمن جماهير النادي الأهلي على عرين الأهلي. انت عندك الشناوي، عندك علي لطفي، عندك مصطفى شوبير، عندك حمزه علاء، عندك مصطفى مخلوف، خمس حراس بيتمرنوا مع الفريق الاول، اعتقد يطمئنوا اي فريق. مصطفى مخلوف ده كمان باذن الله هيكون حاجه حلوه قوي. موهبه كبيره. بص لو تذكر السنه اللي فاتت واحنا بنتكلم على التدعيمات قلت لك ما تخافش على حراسه الاهلي اكتر من مره. يا جماعه احنا بنبقى، وعشان كده بنقول الجمهور من حقه يقلق. بس المسؤول لما يكون شايف وهناك مساحة من الثقة، إذا طمأنك مسؤول الأهلي اعرف أنه شايف حاجة عدلة. النهاردة مصطفى شوبير كل الناس خلاص بصمت، ملناش دعوة بالكابتن أحمد بقى. الراجل ده موهوب ولازم وحسن من أبوه ولازم ناخده نديله حقه بعيدا عن والده. طبعا بالظبط. وأكتر واحد هيبقى سعيد أحمد. طبعا كابتن أحمد. طبعا الراجل الثاني اللي فاكر من واحنا من سنتين في كاس العالم ونتحدث وكنا شايفين ان الراجل ده حاجه عاليه جدا جدا جدا. لما واتته الفرصه كان عندها وعند حسن الظن يا رب ينهي مشواره بالماتش اللي جاي كلين شيت ان شاء الله باذن الله. انما ده كله نتاج عمل علمي يا استاذ ابراهيم. يعني انت ماشي بتحاول تاخد بالاسباب بقالك 3 4 سنين هتجني ثمار هذا. يمكن ما بنتكلمش كتير، مش عارف ده عيب ولا ميزه. لكن انا لا اتحدث عننا انا وانت. احنا شغلنا هنا احنا بنتكلم كتير. لا نتحدث ما نتكلمش كنادي اهلي وكمؤسسات وكاجهزه. لكن احنا نتكلم بالنيابه عنه. لما يبقى في عمل جيد. احنا قلنا تمنينا الاول الشفاء للكابتن بدر رجب ولا لا؟ طبعا. يعني عشان ما ننساش هذا، انا كنت بتواصل معاه بقى لي يومين، فامبارح ما ردش، اول امبارح ما ردش عليا، امبارح رد عليا برساله انا في المستشفى طمنت عليه. عنده حصوة. عشان الناس بس ما تقلقش كتير. ارجو ان هو يهتم بالموضوع ده ان شاء الله. هي بسيطه لكن مش عايزينها تتحول انها ما تبقاش بسيطه ان شاء الله باذن الله. والصحه هو رقم واحد، عشان عايزينك بصحتك كابتن بدر، عندك شغل كتير باذن الله. بكره كمان الجمعه الاتحاد الافريقي المكتب التنفيذي بتاعه هيعقد اجتماع في المغرب على هامش بطوله الامم الافريقيه تحت 23 سنه. عنده اكتر من موضوع مهم، لعل اهمها بالنسبه للنادي الاهلي تحديد موعد مباراة كأس السوبر. الأهلي بطل دوري الأبطال مع اتحاد العاصمة الجزائري بطل الكونفدرالية. الميعاد اللي كان مثبت من قبل كان 12 أو 13 أغسطس المقبل، وما كانش تم تحديد المكان اللي هيستضيف هذه المباراة. بكرة اجتماع الاتحاد الأفريقي هيحدد إذا كان هناك نية واضحة في تأجيل موعد المباراة. إذا تم تأجيلها هيتم تثبيت الموعد الجديد وتحديد المكان. ما لم تستضف أي دولة المباراة هيكون الأقرب إقامتها في القاهرة كبلد بطل دوري الأبطال. أتمنى إنها تتأجل. لأن تأجيل هذا الموعد هيديلك موسم كروي سليم بقى.
تعرف تدي راحات وتقدر تدي ويخلصوا من كاس مصر او تخلص من كاس مصر، هتقدر تستفيد من هذا التأجيل انك تبتدي زي ما بيقولوا الموسم جاي على ميه بيضاء، وهو موسم صعب جدا خاصة بالنسبة للأهلي التزاماته كتير. فيا رب تتأجل. دعنا ننتظر إلى الغد، ما يطلع لناش حد كده يتفزلك ويثبت الميعاد، ويا رب تتأجل. طيب يا رب تتأجل، بس الفاصل ما يتأجلش، هنطلع لفاصل وبعد الفاصل ندخل في الكلام المهم. ما تخافش على الأهلي لكل اللي انتوا سمعتوه من الدكتور سعد شلبي ومن تعقيبات المهندس عدلي، لأنه فعلا يا تتكلم يا تشتغل. فالأهلي اختار انه يشتغل، وأعتقد حجم العمل وحجم الإنجاز وحجم ما يقدمه الأهلي لبلده ووطنه وللحركة الرياضية والأعضاء والجماهيره، المسألة أعتقد زي مصر تتحدث عن نفسها كفون الكلام عند التحدي. الأعمال اللي موجودة على الأرض وما يتم إنجازه رياضيا وإنشائيا أعتقد واقتصاديا مسألة كفيلة إنه جمهور الأهلي يشعر دايما بالاطمئنان. وربما حد بيتكلم كتير إيه علاقة الجمهور بما يتم إنجازه من مقرات وما يتم التوسعة فيه من إمكانات اقتصادية ومادية؟ بالعكس، المؤسسة القوية اقتصادية هي المؤسسة اللي قادرة تفي بالتزاماتها تجاه جماهيرها. وأنت بتتكلم في ازاي تقدر تلبي احتياجاتك، ازاي تقدر تدعم فرقك الرياضيه، ازاي تقدر تحافظ على مدربيك، ازاي تقدر تخلق حوافز للاجاده والتفوق والفوز بالبطولات للعيبه، ازاي تقدر ترعى قطاعات الناشئين في كل الالعاب، وازاي تقدر تحافظ على وجودك فوق منصات التتويج. فما لو ما كانش عندك القدره عمرك ما هتقدر تلبي كل ده. فهي المساله مش بس المكاسب التي تتحقق داخل الأسوار، لكنها تعود بالنفع المباشر على مشاعر جماهير الأهلي في كل مكان. عشان كده ما تخافش على الأهلي طول ما الأهلي قادر يؤدي كل هذه الالتزامات. امبارح مباراة الأهلي والإسماعيلي، أنا ليه بقول لكم حقائق ما بعد الهوجة بقى؟ اللي يتفرج على المباراة يستغرب على اللي شافه بعديها، طمس كبير جدا للحقائق. والغريب ان هي تتعلق بقانون كرة القدم، قانون الكرة نفسه. فشفنا جدل وشفنا صخب وشفنا تجاوزات. ما يتعلق الامر باي تجاوزات او اي خروقات، اعتقد ان انتم عارفين لا قناة الاهلي ولا كل برامجها بتخرج عن هذا الاطار المسؤول. لكن كشفا للحقائق وايضا عشان الجماهير، كل الجماهير، وعلى فكرة الأمر ربما يعني جماهير الإسماعيلي قبل جماهير الأهلي، إنك تشوف الحقيقة فين الوضع اللي فيه النادي الإسماعيلي. وضع أعتقد بأي حال من الأحوال ما يرضيش أي حد، ونتمنى له من سنتين ثلاثة وهو بيتعرض لده. كان الكابتن علي أبو جريشة لما كلم الكابتن محمود الخطيب قال له أي لاعب تحتاجه من النادي الأهلي اتفق معاه وإحنا موافقين بدون مقابل للنادي الأهلي. والكابتن علي أبو جريشة يعي ده وقال ده كتير، وكابتن سيد عبد الرازق قال ده كتير. يعني نجوم الكرة الكبار في الإسماعيلي يدركوا استعداد الأهلي لمساعدة الإسماعيلي على أرض الواقع حقيقة عاملة إزاي. أي حد عايز ياخد العلاقة لسكة تانية وعايز يلهب مشاعر الجماهير أو يحاول تصدير خطاب ما ضد النادي الأهلي، أعتقد الناس الواعية فاهمة ده كويس. في نقطة خطيرة جدا، ما أن يتعرض أحد ويبقى في دائرة الانتقاد والناس تشاور عليه وتبتدي تحمله المسؤولية لما يحدث، ها، في أي نادي، وتحديدا الفترة اللي فاتت دي اسم أو اتنين هم اللي طلعوا امبارح يتجاوزوا ويقولوا كلام عشان يخبوا أو يغطوا على أصابع الاتهام اللي طالتهم خلال الأيام الماضية إنهم سبب أزمة النادي الإسماعيلي. فيروح حاطفينها وشايفينها فرصة انه يستخبوا في النادي الاهلي. يعني قبل ما نخش في الحالات، انا بس عايز اقول فضل. اللي عمال يقول لك بعد ما فرغتوا الاسماعيلي من نجوم، ردينا على دي 100 مره، وردينا على دي ان معظم اللعيبه اللي جات لنا من الاسماعيلي يا بشراء مباشر يا من انديه انتقلت اليها. ورغم كده وجبنا لكم بالارقام
ان الاسماعيلي خدوا بالاهلي اكتر من اللي الاهلي خدوا بالاسماعيلي، وجبنا لكم الارقام ان الزمالك خدوا بالاسماعيلي اكتر من الاهلي خدوا بالاسماعيلي. ده الاهلي خد من الاسماعيلي 17 لاعب، الاسماعيلي اخذ من الاهلي عبر تاريخه الاسماعيلي خد من الاهلي 24 لاعب، الزمالك خد من الاسماعيلي 19 لاعب. لا انا النقطه اللي عايز اقولها يعني لما يطلع واحد امبارح يتكلم ويقول لك بعد ما فرغته الاسماعيلي وكان الاسماعيلي سبب نجمته النهارده ما حدث في 2004. طب ما تشوف انت ما في ظل ما حدث في 2004 انت نتائجك كاسماعيلي كانت فين وكنت بتنافس مين؟ انت كنت تنافس وكنت في مستوى رائع. ليه؟ لان الاهلي كان بياخد منك لعيب وبيدعمك ماديا وبيديلك لعيبه وكان التعاون على اعلى مستوى، لكن الشوشره وانك تجار الكراهيه استطاعوا ان يكرسوا لمصلحتهم. ها؟ سواء من الوان اخرى لانديه اخرى او لناس داخل الاسماعيلي والاسماعيليه مصلحتها انها كانت تستخبى وراء تشويه العلاقه بالاهلي والاسماعيلي. انا هسالك سؤال واحد بس، الأزمات المالية آخر 4 سنين ابتدت إمتى؟ بانتقال إبراهيم حسن من الإسماعيلي إلى نادي الزمالك. والإسماعيلي كان واخده من نجوم. والإسماعيلي كان واخده من نجوم. وكان في شرط جزائي في العقد إنه لو إعادة بيعه هيبقى النجوم ياخد مبلغ ضخم جدا. قرابة 20 مليون. أول خصم للنقاط للإسماعيلي كان بسبب إبراهيم حسن. بس عشان افكر طب انا الاسماعيلي جيت بعته لاي حد المفروض ان انا في برحل الشروط الجزائيه على العقد الجديد، خلاص اللعيب مش بتاعي. أيوة. يبقى بلزم الجديد بالشروط الجزائيه. ولكن الخدعه القانونيه كانت هنا. ايوه، ان خدت اللعيب وسبت لك الشرط الجزائي، فطبق عليك الشرط الجزائي واتحكم على الاسماعيلي بمبلغ كان السبب في خصم النقاط وايقاف القيد. لانه وتوالت المشاكل. ايوه، لم يحدث هذا في اي علاقه بين الاهلي والاسماعيلي، بل كان دائما الاسماعيلي يستفيد ماديا وفنيا. انا خدت شريف عبد الفضيل خدوا 7.5 مليون وخدوا احمد صديق. انا خدت الكابتن محمد عبد الله خدوا محمود شيكو وخدوا وقتها كان بدري شوي 1 مليون مش عارف ولا 1.5 مليون. وكنا بنروح بشكل مباشر مع رؤساء الانديه نتحدث. فاللي عايز يلعب في العلاقه عيب، لان انت عندك مسؤوليه جماهير، عندك ما يصحش ان انت تهدد بين الجماهير. طب لو رجاله تعالوا لنا الاسماعيلي، ايه ده؟ الكلمه دي في حد ذاتها انا هترك للقانون الذي اعلم ان النادي الاهلي ان يصمت ازاء هذه الامور، لان له من التجاوز امر غريب جدا يعني. لكن احنا اللي يعنينا ايه؟ احنا بنوضح لاهالينا واشقائنا في الاسماعيليه اللي عملنا المستحيل من ايام كابتن صالح عندما رفض وساهم في اعاده الكابتن رضا اثناء غضبه جمهور الاسماعيلي لانتقال الكابتن رضا الى الاهلي. ها؟ متوالي بعد كده كل هنتسحب من الكاس لو لعبنا بالليل، لا العبوا العصر على عينينا وخسرنا الكاس. ما فيش مشكله. يحصل مشكله مع كابتن حمزه الجمل، لا طب خلاص اتفضلوا ادي عقودكم ادي حاجاتكم. نفس الشيء كابتن حسني عبد الرب، قلنا لهم احنا كنا بنثبت ان الاهلي كان في موقف سليم ولما كسب القضيه ما عندناش مشكله، خلاص احنا متنازلين عن هذا الحق. النجم عايز يستنى وانتوا اولى بنجمكم. وده مش موقف عشوائي، ده متكرر، عملناه مع الزمالك وعملناه مع اسماعيلي اكتر من مره والزمالك اكتر من مره، وده اللي مش عايزنا متمسك بينا احنا ما بنخلقش عنه طبعا. الحقائق دي لازم شبابنا الجميل اللي طالع ما شافش تاريخيا هذه الامور يتحرى عنها، هيتاكد من صدقها. لما يطلع الكابتن سيد بازوكا يحلف بالطلاق يا جماعه ما حصلش ان الاهلي رفض يستقبلنا، يعمل ايه تاني؟ لما يطلع الكابتن العربي رحمه الله عليه يقول لك انا كنت بتعالج جوه النادي الاهلي، لما يجي الكابتن سيد بازوكا يقول لك انا اتفتح لي النادي الاهلي عشان اعمل ماتشات الوديه وانا ماسك المنتخب في حين ان كل ببلاش،
واتمرن في النادي الاهلي. وكابتن محمد صلاح ابو جريشه كان مع كل اصابه يعنيله بيبقى في النادي الاهلي. واخدين نجومكم يا شباب ليه؟ صدقوهم ولا تصدقوا الناس اللي قاعده في الشوارع بتكرس عشان تستفيد هي؟ انا مش عايز انساق في تفاصيل لان الردود كثيره، ولكن خلينا في المباراه بقى دي ذاتها. هو لماذا تم تضخيم حدث للاختفاء خلفه في هذه اللحظة و و و و والإطلال بشبح الفتنة القميء الكريه لدرجة وصلت إلى التهديد لو رجالة تعالوا لنا الإسماعيلية بقى؟ ده كلام في مسؤول يقول كده؟ الحمد لله أن العقلاء كثيرين، لكن لازم نفهم ونفسر. ده كلام مهم. وقبل ما نسيب الملف بتاع اللعيبه ده للجماهير الجديده، الاسماعيلي زي ما قلت لكم اخذ من الاهلي اكثر من الاهلي خدهم، بس ربما الناس ما بتاخدش بالها انه هاني سعيد، محمد جوده، محمد فضل، شادي، ابراهيم سعيد، عصام الحضري، احمد صديق، محمود جابر، اسامه عباس، احمد سامي، احمد. انا ممكن اقول لكم اسماء كتيره جدا، الغالبيه منهم من ولاد مدرسه الكره في النادي الاهلي، يعني من ناشئين النادي الاهلي ونجوم مش اي حد. احمد صلاح حسني، على محمد جوده، على محمد فضل، على هاني سعيد، على ابراهيم سعيد، كل دول لعبوا في النادي الاسماعيلي. ممكن يكونوا جمل الاسماعيلي من انديه اخرى بعد الاهلي، ومنهم من انتقل للاسماعيلي مباشره. بس وانا لو احاسب، ما هو عصام الحضري ساب النادي الاهلي واخترق عاد وراح لسيون السويسري، راح الاسماعيلي جابه. وهو حد يقدر يقول ده بريدج؟ حد يقدر؟ الاسماعيلي كان ورا ولا الاهلي استخدم ده؟ طب ما هي نفس المنطق. ما انت جبت، انت بعت احمد فتحي لشيفيلد يونايتد الانجليزي، عرضوه للبيع الاهلي راح جابه من شيفيلد. ده ما فيش فيه مشكله، ده احمد فتحي كان متباع. ما انا بقول لك ده اتباع مرتين. انت بعته بركات للاهلي جده، ده اتباع مرتين. اهلي جده باعه للعرب القطري اول مره ورجع وراح تاني. بعت بركات للاهلي جده، باعه للعرب القطري، لما الاهلي يروح يجيبه من العرب القطري يبقى الاهلي فرغ الاسماعيلي. بعت اسلام الشاطر للزمالك، اعاره لاتحاد جده، فسخ عقده بشرط جزائي وجه للنادي الاهلي. يبقى انا فرغت عماد النحاس، استغنيت عنه وبعته للنصر السعودي، رجع من النصر السعودي يقول للاسماعيلي خدوني، قال لك قعدت اسبوعين مستنيهم، قال لك لا ده كبر وعجز وخلاص. لما ينتقل للنادي الاهلي وينجح يبقى الاهلي هو اللي خطفه. كل لاعب من دول بقول لكم للاجيال الجديده، لان هي مع تراكم الكلام الحقائق بتروح. وما تصدقوناش تحروا، روحوا سالوا، طلعوا الاوراق، هتجدوا هذا الامر. فين بقى اللي يتهم الاهلي انه بيفرغ؟ كابتن احمد حسن 12 سنه ينتقل من اليونان الى مش عارف، وخدناه من بلجيكا بعد ما يعني سيد معوض الاهلي كان هياخده، قال لك لا هنبيعه لتركيا، فلا يروح يجيبه، يبقى لا. ومع هذا ايه علاقه كل النجوم الكبار دول بالوضع الحالي؟ ده بركات رئيس بعثه المنتخب الاولمبي، واسلام الشاطر رئيس الشركه. هسالك سؤال شركة بقيت الحديث. طب انت نتائجك في ظل النجوم اللي فرغ الاهلي فرغك منها كانت عامله ازاي؟ والنتائج دلوقتي اللي الاهلي سايبك في حالك، سايبك في حالك بالمعنى الحرفي. احنا خدنا محمود متولي برغبه الاسماعيلي وبموافقته، وكان ممكن لو استنيت عقده ينتهي. وما بترضاش. والكابتن السلاي نفس القصه. يعني مين تاني في الوقت ده؟ الزمالك خد يجي 4 5 6 لعيبه، وهو ده حقهم مع بعض، هم حرين. صحيح. لكن ايه فكره طمس الحقائق بقى؟ ايه فكره تشويه الحقيقه وتفريغ تفريغ ايه يا عم؟ ده انت في اللحظه اللي بتقول تفريغ كان الاسماعيلي، مستوى الاسماعيلي، يعني لو سالت انت جمهور اسماعيلي تتمنى ترجع لفتره التفريغ؟ يقول لك يا ريت. ده احنا كان نتائجنا زي الفل وكنا بننافس، وعلى طول اسماعيلي كان في 3 مراكز الاوائل يا بقى استاذ ابراهيم. ايوه. الحقيقه كلام غريب وعجيب، لكن المباراه نفسها بقى فيها كتير من الحاجات اللي لازم توضح. اسماعيلي سجل هدف حصل عليه جدل كبير، اتلغى بتقنيه الفيديو، لكن ما اتلغاش من الصخب والجدل اللي هنحاول من خلال الجولة ديت بين كل خبراء التحكيم
تقفوا على الحقيقه فيها فين، لانه اكتر حاجه تدهشك ان الناس بتوع الكوره جاهلين بقانون الكوره. يا رب بس ايه واحنا بنتكلم الصور اللي تنزل تكون بتدعم شويه او بسرعه الكلام اللي بنقوله. نشوف الكابتن احمد الشناوي في اون تايم سبورتس كبير المحللين تحليله ايه للمباراه اللي حصل فيها. هنشوف اول حاله، بص اللعيب بص رجليه بتروح فين، بص يعني تحس ان هو عايز يرمي نفسه. نعم. او شوف بيهيئ نفسه للسقوط بالشكل ده، فبالتالي هنا الالتحام عادل، مفيش اي حاجه، استمرار اللعب قرار صحيح. والفار اكد للحكم. وبعدين بتاعه التسلل، عشان الناس تقول لك في تسلل خالد وديا وتاو، بص بقى لاعب الاسماعيلي اللي واقف جنب القائم ده. هو خارج الملعب لكن طبقا للقانون يعتبر اكنه واقف على خط المرمى ده. طب ولحد دلوقتي خالد مش تسلل، يبقى اتنين لعيبه، يبقى التسلل مش موجود. سيبنا من سيرجي، هل في تسلل كده على خالد عبد الفتاح؟ لا انا بتكلم يعني بيقول الكلام، انا بتكلم ده زياده. اذا التسلل يعني دلوقتي مش موجود تحت، حتى لو راحت لتاو دلوقتي هدف. في لعيب مغطر حتى لو خارج الملعب. خلاص اهو، ادي لاعب وادي اتنين لعيبه. حتى لو خارج الملعب. حتى ما لو خارج الملعب يعتبر داخل الملعب. نعم تمام. خلاص يعني بعد كده اتفضل. هدف الاسماعيلي الملغي. نعم. الفار بص بقى الايد باينه هنا بقى. نعم. باينه هنا بالشكل ده. فطبعا يعني هو حتى انت تشوف محمد حسن بيخبي ايده، يعني محمد حسن بعد الجون بيخبي ايده. يعني خلينا نقول ان التصوير برضو بالشكل ده انا شايفه. نعم. يعني موافق جدا، يعني مع احترامي. نعم. لا يخدم الفار ولا يخدم الفرق. ده صحيح. نفسها ده صحيح. هنا اللعبه دي اللعيبه عايز ركله جزاء، هتشوفوها في الاعاده. نعم. يعني لاعب الاسماعيلي ما فيهاش اي، يعني خلينا برضو دايما خلف المرمى الكاميرات دلوقتي بقى بيحطوا ثلاث كاميرات. نعم. في البطولات بيحطوا ثلاث كاميرات خلف المرمى عشان بص اللعيب بقى هنا هيقوم ياخد الكره. نعم. بص هنا قول لي فين الخطا؟ لا يوجد. عارف هو هنا المفروض الكره جت في ايده. نعم. ده راحت لزميل ليه الحكم هيحسب لعب استياب. نعم. هنشوف اول حاله. يا استاذ ابراهيم، في ساعات البودي لانجوج لغه الجسد، هو مش في مدى يقول لك يكاد المريب ان يقول خذوني. هو ملوش علاقه باللقطه دي، لان هنا ما فيش مريب، بالعكس ده هنا في رجل نبيل. في رجل نبيل. لكن تعالى لما تجيب جون حساس لفريقك بيعمل لك تعادل في موقف حساس في مباراه مهمه جدا عامره بالحماس. هاتوا اللقطه دي تاني يا جماعه من فضلكم، وبصوا معايا على محرز الهدف. من فضلكم يا كابتن يا استاذ هنتظر معاكم لحظه، لان دي مهمه جدا. في لقطتين في لقطتين هتشوف منهم الحقيقه. لسه انت عايز وقت تاني؟ في الكره في ايده الشمال، ماليش دعوه بايده ولا سيبك من ايده ورجله، انا عايزك تشوف رد فعل اللاعب اللي جاب الجول. اهو استنى، ده انت بص رد فعله. استنى، حرك 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 حرك. اهو اللعيب لسه ماشي، اللي ورا خالص ده اللي جاب الجول، مش اللي راجع جاري. عارف ليه كمان؟ لان هو سمع صوت الشناوي وهو بيقول لك بايده. بص على الشناوي كمان. ايوه لا ما سيبك، افرض الشناوي بيقول هو حاسس في وشه. استاذ ابراهيم ما تفعلش. ايه؟ ما تفعلش هو. لا بالعكس، ده هو بتتطابق مع التصريح الذي نسب اليه. قال لك انه كنت عارف انها هتتلغي، اللي هو قاله. لا ما هو رجع بعد كده بيقول لك انا مش لا قلت. هو قال لمدير الكوره. وبعدين شوف اهو، يعني بصرف انا مش عايز اقول ايه، خلاص بقى سيبك من ايده دي، مش دي اللي هات الشناوي كده. انا عايز اقول الشناوي قال في ايده، هات الشناوي كده، وربيعه قال في ايده، كل اللعيبه قالت في ايده. اللقطه الشناوي لانه اول واحد يشوفه، لانه في وشه، اول واحد في لقطه الهدف شاور على ايده كان الشناوي. بص اهي في ثانيه. قال لك بايده يا كابتن، بايده يا كابتن. طيب خلينا بعد كده. دي واضحه، دي واضحه النقطه بقى اللي لا لا والنبي عشان نخلص جون الاهلي. ما تسيبني يا استاذ ابراهيم اكمل اللقطه بقى. قول. والحكم لسه منتظر الاستدعاء الفار.
مين اللي كان جنبه بيكلمه وتحرك معاه ثلاث اربع خطوات؟ باهر. باهر محمدي كان بيقول له ايه؟ ايده ثابته. بيقول له يا كابتن ايده ثابته، يا كابتن ايده ثابته. يا رب تجيبوها لنا، يا رب لو استمرت لفتره الاستدعاء وهو خارج قبل ما احمد الغندور رايح للفيديو، وهو بقى بيتحرك رايح الفيديو، هتشوف الكابتن باهر وهو بيقول له يا كابتن ايده ثابته. وعلى فكره طيب اهو استنى، هاتوا باهر بقى، كابتن باهر وهو جنبه، ما تكمل الكابتن. لا لو الكادر كمل موجود كله. لا كمل 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 لا اهو كابتن باهر. لا مش دي اللقطه. وهو واقف جنبه قبل ما يصفر، قبل ما يصفر ويروح للفيديو. وهو واقف جنبه عمال بيقول له ايده ثابته، ايده ثابته، اصلها موجوده، اللي عايزها وعايز يشوف الحقيقه هيلاقيها. طيب الجون بتاع الاهلي، لانه في حته قانونيه، لانه للاسف ناس كتيره يمكن الكابتن شناوي نبه ليها الكابتن شوبير. جون الاهلي المدافع بتاع الاسماعيلي قام واخد خطوه بره الملعب على اساس انه كده يبقى بره اللعب، فيوقع لاعب الاهلي في التسلل. فالكابتن الشناوي يمكن لو جبنا الجون بتاع الاهلي هنشوف ديت وهي بتتسجل قبل ما بيرس تاوي يلعبها على طول. كابتن الشناوي قال لك قانون التسلل، وده قانون التسلل الماده 11 البند الرابع منه، بص بص شايف الراجل الافريقي اهو خرج بره الملعب، وقف بره الملعب قال كده يعني خلاص، وبعدين كده اللعبه بقت كره تانية وراجعه من ورا. ورغم كده فوجود اللاعب المتسلل او اللي يعتقد ان هو طلع بره اللعب، القانون بيقول لك حتى لو طلع يتعالج. لا ده قال لك لو وصل للمدرجات ما دام خرج بارادته بره خلاص هو في اللعب، وده الفيفا عملها علشان يحسم حته التحايل، لانها هتبقى سهله جدا اي حد عايز يعمل مصيده التسلل ياخد خطوه لبره، يطلع بره الملعب بخطوه وخلاص يلعب فرقته نقص الثانيه ديت يبقى اوف سايد، وحسب الموقف بقى يخش يشارك ولا يخش في اللحظه اللي هو عايزها. فهو بص هيرجع ياخد خطوتين بره اللاين على اهو، وحريص انه يبقى بره اللعب عشان يخش، وهيخش عشان يشترك. ما هو خلاص بقى. لا استنى بص هيروح داخل اهو. بص بص هيروح داخل، بص 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 هيروح داخل اهو. خلاص ايوه. فالناس يا جماعه وهي بتتكلم بتوجه صوره للجمهور وانه جون الاهلي تسلل، يا اخي انتوا يعني في قانون. على فكره على فكره اتشرحت كتير وما بقاش حد يقولها. هو كله ماسك دلوقتي عشان الكابتن جهاد جريشه ابتدى وراه اتنين تلاته حكام ربما يكونوا شافوا لقطات اعتقدوا انها ما جاتش في ايدهم. انها ما جاتش في ايده، لكن ما انت اعتقدت قبل كده وانت بتحكم اعتقادات هنوريك كنت معتقد ايه. اهو استنى باهر محمد، استنى استنى اتحرك معاه بقى لحظة. إذا كان هو ده الكدر. أيوه هو ده، هو ده هيكمل، بس اكمل معاه. إلا إذا كانت قبل كده، بس اكمل معاه، اكمل معاه، حرك. ما تحركش سلو موشن. أصلها واضحة هما الاتنين هيبقوا جنب بعض بس. لا لا واضح ان دي قبليها، الحوار اللي قبليها ده بدايه الفاول. ده بدايه الفاول. طيب كانت واضحه جدا ان انا شفتها مره واثنين وثلاثه في شريط المباراه. وكابتن باهر بيقول له ايده جنبه، ايده جنبه يا كابتن، ايده جنبه. خلاص انت مصر تجيبها من كده بقى. ما دي ده الكادر اللي موجود، مع ان انا قايل لهم من بدري يدوروا عليه زي بعضه. طيب هيلاقوها، شبابنا اللي على اليوتيوب هيعرف يجيبها. ده كلام الكابتن الشناوي، والحقيقه كمان الكلام المهم اللي لازم نقوله للمسؤولين عن الاخراج التلفزيوني. واضح جدا انه مساله توزيع الكاميرات والتصوير التلفزيوني بعافيه. واضح ان احنا محتاجين جهود اكتر من كده، لان انت بتتكلم في مسابقه قويه وبتتكلم في بطوله متشافه كويس قوي. خدوا بالكم سمعه الدوري المصري يا جماعه سمعه عاليه جدا، وعجبني التصريح للدكتور اشرف صبحي وهو بيتكلم على الدوري المصري وعلى المنتخب الاولمبي. قال لك الناس اللي بتتكلم على الدوري المصري ضعيف، ضعيف ازاي وهو مطلع فريق زي الاهلي بيلعب اربعه فاينل افريقيا ورا بعض وواخد دوري الابطال؟ هو الفريق الاهلي ده مش نتاج هذه المسابقه؟
لا ده مش نتاج هذه المسابقه. بيلعب في حته تاني. لا ما حدش معتبر انه نتاج هذه المسابقه. هو كل ما اتكلم يقول لك والاهلي ايه والاهلي ايه والاهلي ايه. مش احنا اللي بنقول، احنا عايزين نقول ان احنا جزء من منظومه الكره اللي هي مشرفه اللي بتعمل اللي عليها. الناس اللي مصممه تشوه هذه العلاقه وهذه الصوره بس. طيب ده كلام الكابتن احمد الشناوي. كابتن ياسر عبد الرؤوف، والكابتن ياسر عبد الرؤوف الراجل كمحلل تحكيمي، والجمهور الاسماعيليه بقى، كابتن ياسر عبد الرؤوف المحلل التحكيمي لقناه نادي الزمالك، نشوف رايه في الاحداث دي ايه صراحه في الجون ده بتاع الاسماعيلي. تمام. طيب انا هفصلك الاول، ليه محمد حسن ما فرحش بالجون؟ تمام. وهيكون برضو ليا استغراب على محمد حسن ليه بعد القرار ما كانش ليه اي رد فعل، ما اعترضش بعد قرار الفار. بالظبط كده. بالظبط. وهو طبيعي مش المفروض ان هو يعترض. خلينا بس عشان نحط النقط بالحروف. تمام. طيب خلينا بقى نتكلم على الحاله نفسها فنيا. تمام. ناخد كده الحاله ونشوف الاعداد بتاعتها ونقف عند الزاويه الجانبيه. اوكي. هاتوا لنا يا جماعه. خبطت في ايده، في جنبه وايده، ايده الشمال اللي هي اللي احنا كنا بنقول ان هي مش واضحه في الكاميرا. تمام. مش ايده اليمين. هو كده يبقى هو كده ازدق. تمام. ويبقى كده الموضوع انتهى. بيقول لك عشان كده بيقول لك انا كنت عارف ان الكوره مش هتتحسب، عشان كده ما فرحتش. تمام. يبقى كده خلاص. فانا عايز بصراحه اشكر محمد حسن لاعب النادي الاسماعيلي ان هو الراجل نزيه، يعني قال لك انا جت في ايدي. جدا. وانا كده يعني شابوه لمحمد حسن وبنحييه. تمام. ويعني يا ريت كل لعيبه مصر تحذو حذو. هنا بقى يبدا الكلام. خلاص في حكام هقول لك ايوه جت في ايده، حكام والله مش شايفينها جت في ايده، كل واحد حسب اللقطه اللي اتعرضت عليه. اذا افترضنا حسن النيه، لان فيهم ناس خلف تعرف. لكن الكلام اللي قاله بقى الكابتن كريم وقبليها وبعديها، وبعدين اكدوا الكابتن سيف والكابتن شبانه والكابتن كريم رمزي، ده الكابتن كريم كله ده تفاصيل. انت جايب الكلام ده. خلينا نعيش مع بعض عشان نعرف هي دي الحقيقه الكاشفه. طيب شفنا راي الكابتن ياسر عبد الرؤوف وشفنا راي الكابتن احمد الشناوي، ادي اتنين لغايه دلوقتي بياكدوا بما لا يدع مجال للشك. والجزئيه كمان اللي اكد عليها الكابتن ياسر عبد الرؤوف، ما دام الكوره لمست الايد حتى لو دخلت جون، بعد ما تلمس الكتف او الرجل او قصد ولا بدون قصد، النص الصريح في القانون لا تحتسب هدف. وهنا هاخدكم لنص المادة علشان بس الجمهور يبقى واخد باله. إذا لمس اللاعب بيده أو ذراعه حتى ولو كان ذلك من دون قصد، بما في ذلك بواسطة حراس المرمى، بعد أن لمست الكرة فورا يده أو ذراعه حتى ولو كان ذلك بدون قصد. يعني النص الواضح والصريح، حتى لو لمست الكرة، المهم دخلت جون. هنا اذا دخل الجون اللاعب اللي سجل هدف، اذا الكره لمست ايده بقصد ولا بدون قصد، بعد ركبته ولا قبل ركبته ولا قبل اي حته في جسمه، ما دام فيه لمس لليد في الهدف، ده على طول مش هدف، ضربه حره مباشره عليه. يا استاذ ابراهيم، بين المدافع والمهاجم. في المدافع قال لك لا، لو الايد في حاله مش طبيعيه يبدو انها تعرقل الكره او فيها عمديه، بنلغي الجول. في حاله المهاجم اذا لمسته، لا هو في حاله تسجيل الهدف تحديدا. ايوه يا مين بس. اللي سجله بقول لك حتى لو الحارس بتاع ليه انا بقول كده ليه لي لا لا انت بتقول المدافع والمهاجم. الخلاف القانوني بين المدافع والمهاجم، اذا لمست ايد المدافع ما بتتحسبش ضربه طيب. جزاء الا اذا كانت تحركت او في وضع غير طبيعي. الوضع مش كده في المهاجم. تعرف انه لو اللاعب برضو... لا لا هقول لك بس حته ثانيه قانونيه. لا انت ليه مش عايزني اخلص دي؟ ليه يا استاذ ابراهيم؟ وكاننا نتناقش مختلفين، احنا مش مختلفين. انا بشرح ان القانون يفرق في لمسه اليد. اذا كنت انا مدافع ولمست بايدي لازم يبقى في وضع مش طبيعي او في عمديه عشان تتحسب ضربه جزاء. طب لو انا مهاجم، لا مجرد ما تلمس ايدي حتى لو انا عاملها كده
طيب. وهو ده الخلط. تمام. الاضافي ليها احراز الهدف. ليه؟ لانه محمد حسن دلوقتي والكره لمست ايده بشكل مش متعمد. طب لو ما دخلتش المرمى وراحت لزميل جابها جون، جون هنا الخطا في حته لمس اليد عمد او بدون عمد، قصد ولا بدون قصد، ودخلت المرمى مش جون. لكن لو راحت لزميل ليه سجلها بطريقه شرعيه جون، لانه اللمسه هنا ما كانتش متعمده. التجريم اللي حصل في احراز الاهداف، الهدف لازم أن يتسجل بشكل نقي، ما يبقاش فيه اي لمسه يد، قصد او غير قصد، تعمد او غير تعمد، ده ما يبقاش فرق موجود. جوهري تاني. دي نقطه جوهريه في فيما يتعلق بالهدف نفسه، نقاء الهدف. الكابتن جمال الغندور واحد برضو من خبراء التحكيم اللي رايهم بيمثل مرجعيه مهمه نشوفه. اول حاجه هنا ما فيش تسلل، يعني دي ركنيه، كويس تمام. هنا احنا وقفنا اهو لحظه اللمسه دي الثانيه دي. ايوه مين؟ في واحد في موقف تسلل اهو ورا اهو. بس هو مش متداخل في اللعب. مش متداخل في اللعب، الله ينور عليك. نكمل. كمل. اللمسه الثانيه كمان مفيش اللاعب اللي استلم ما كانش في موقف تسلل. اللمسه الثالثه الكوره هي اللي سابقه. تمام. وبص للحارس المرمى جنبه ايه هناك؟ جنبه لاعب. جنبه لاعب على الخط. الكوره مش سابقه ففي اثنين اهم، حارس المرمى وجنبه ادي اللاعب. اللاعب ده كانه بيتسلم. اذا الهدف سليم نقفل. تمام. دي الكرة يا كابتن قلب بتاعة رامي ربيعة مع الشامي. ادي الكرة نمشي واحدة واحدة وادي اشتراك. هل الكرة في متناول الاثنين لعيبة ولا لا؟ في متناول الاثنين. اللعبة ما فيهاش مخالفة اصلا، اللعبة دي في سياق الالتحامات الطبيعية في كرة القدم. تمام. طب في جول الاسماعيلي اتحسبت هاند بول، اعتقد هاند بول يا جماعة، مش اصل لما جه لما الحكم كابتن احمد الغندور راح بص ورجع وما حسبهاش جول، ما حدش في الاسماعيلي اعترض يعني. لا ما هو 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 في قناعه من لعيب الاسماعيلي ان الكره جت محمد حسن اللي هو اللي مش فاكر. محمد حسن يا جماعه، بس هو بيقول انها مش متعمده. انا بقى حابب اشرح القانون في ده. الايد بتاعه المهاجم لما تيجي فيها الكور ويحرز منها هدف تحتسب ركله حره مباشره حتى لو مش متعمده، ده القانون. يعني اللاعب ما لا 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 انا بتفق معاك، بس هي الزاويه ليه؟ لانه عارف انها جت في ايده. بالظبط كده. وهو هنا الغلط. اللعيب بيقول لما اتكلم وبعد كده قال لها كوره جول، بس لان هي ما انا ايدي كانت جنبي. وده اللي قاله الكابتن باهر للحكم. ايده ثابته. اذا في لمسه. طب في لمسه القانون بيقول لكم بقى كلكم والاخرين ما دام في لمسه مش جول. والناس اللي شخطوا في الولد ولا هددوه ولا مش عارف ايه. وهنا عايز اذكر يا استاذ ابراهيم بحاجه. هو احنا ليه ضد النوبل؟ ليه؟ لما يظهر لك كده ده الاسماعيلي بالذات اشهر واقعه نوبل هتتفرج عليه كروي جايبها. بتاعت علي خليل. طبعا ده بالصدفه انها حصلت مع في الاسماعيليه مع الاسماعيل. طيب الحقيقه اللي كان امبارح حديث الناس برضو الكابتن كريم حسن شحاته، وعايز احييه للمهنيه اللي كان عليها. هو ابن الكابتن حسن شحاته نجم النجوم في نادي الزمالك وصاحب التاريخ الكبير، لكن الحقيقه بمجرد ما توفرت عنده معلومه مؤكده وخبر حقيقي واعتراف صريح من اللاعب محمد حسن قالوا على طول فورا. كان معاه الزميل محمد عراي الصحفي الناشط اللي كان عمل اتصال مع محمد حسن واللي اعترف له محمد حسن، عشان كده بقى عراي بقى رايه مهم جدا في الواقع دي. نسمعه وهو بيحكي الكريم ايه اللي حصل. قول لي احكي لي بقى. مفيش حوارك مع محمد حسن لاعب الاسماعيلي. الموضوع بسيط جدا جدا. كلمته سلمت عليه وكده. الدنيا اعمل مداخله مع كابتن كريم. قال لي انت عارف طبعا الوضع في الاسماعيلي ممنوع. قال لي بص بصراحه الكره جت في جنبي بعد كده جت في ايدي. تمام. الكره جت في جنبي بعد كده جت ايه في جت في ايدي. قال لك محمد حسن قال لك قال لي كده. قال لي الكره جت في جنبي. ده مكالمه. قال لي جت طبعا يعني قصه بقى يعني احنا ما عملناش قصه بقى تسجيلات والكلام يعني احنا ما بنتكلمش في الكلام دوت يعني. بس انا بقول لك ان ده اللي حصل وهو كده كده الراجل. وخلي بالك من نقطه مهمه، هو لو كان قال لي الكلام دوت ليك انت مش للنشر كان خلاص ولا كاني كلمته. انت قلت له هنقول في البرنامج. انا بقول له انا بكلمه اساسا في المداخله يا كابتن. انا بكلمه بقول له تعالى اعمل مداخله. ليه؟ أي. عشان نثبت. قال لي انا مش هقدر اعمل مداخله لان احنا ممنوعين، موقف النادي وحش، ولكن بلغ كابتن كريم
ان هو يقول كده على لسان يعني هو الراجل ان الكره جت في ايده. ايوه يعني هو متبرع بكده يعني. ودي حاجه بقى احنا لو تفتكر في من خمس يعني من شويه اشادنا بيها ان ده راجل محترم. الزميل محمد عراقي هو مصدر الخبر ويؤكده ويقول ان محمد انا بينه وبينه اتصالات وعلاقات من زمان تسمح لي ان اساله وهو ما قاليش ما تقولش لو قال لي ما تقولش ما كنتش هقول. قال لك ده انا متصل بيه عشان نعمل له مداخله. فهو اتغير موقفه طبعا اكتفى بانه يعني يقول انت. ايوه. لكن بيأكد على هذا التصريح. هو كابتن محمد حسن كان معتقد ان هو لو قال انا ايدي ما اتحركتش يبقى خلاص الجون سليم. لكن العبره كلها هي جت في ايدك؟ جت في ايدي. يبقى جون يتلغي. دي مش دورك بقى انت القانون هو اللي بيتكلم. لكن الواقع ان الكوره جت في ايدك لان هناك من اراد ان يؤكد واستغرب وتقمص دور القاضي اللي انا مش عارف عليه اساس. ما هي دي الناس دي مسكوا الصفارات يا استاذ ابراهيم. يعني يا كابتن جهاد انت نفسك انت جاي تقول اصل الصوره ومش الصوره وما اتفرج على الصوره ده انت نفسك كنت تحت وقائع للنادي الاهلي والاسماعيلي. ايوه. ها مرتين. ايوه. وتلغي اهداف وتحسب قرارات عكسيه. انت فاكر الماتش بتاع الجون اللي جابه عمرو جمال الاسماعيلي في الاسماعيلي ولغاه وحسبه هاند بول واتضح ان هي كانت ضربه يا تحسب ضربه جزاء على مدافع الاسماعيلي وقتها كان محمود متولي يا اما تحسب الجول. فانت ما عملتش لا دي ولا دي انت حسبت فاول على اللعيب اللي ما عملش فاول. وانت كنت متاكد من قرارك برضه من رؤيتك ومن ما وكنت تحت الكوره وكل حاجه جهاد جريش. وتقال لك لا ولما شفتها ما قدرتش تكابر يعني. بس يعني كان خلاص وكررتها تاني مع الاهلي والاسماعيلي الجون اللي جابه كولوبالي. ولغيته برضو لان مش عارف مين في حاجات ما حدش شافها غيرك. وبرضو كانت مسار جدل جامد جدا. فادي لنفسك مساحه انك ربما تكون غلطان عشان بعد كده بقول لك اللعيب اعترف ما تطلعش تقول انا ماليش دعوه. انا ليا الصوره. والحقيقه ما تهمكش. يعني الحكم اللي هو واقف جنب الواقعة ويتقال له يا كابتن انا ايدي كانت ثابته يا كابتن انا ايده كانت ثابته مش هو رايح يتفرج دلوقتي وعارف انها جت في ايد اللاعب؟ هو في ايه؟ عارف انا حد زي الكابتن جمال الغندور بخبراته الحقيقه امبارح شفت له واللعيب لا احتفل اللعيب ما احتفلش هو قال كده قال على فكره الحكام الشاطره ما تروحش ولا تيجي بتعتمد على الرياكشنات طبعا قال لك انا اقدر اقيم الحدث من الرياكشن بتاع اللاعب لانه الرياكشن ده او رد الفعل ده عفوي محدش لسه هيفكر يمثله هو قال لك في كتير من الحكام الكبار انا كنت متوقع انها تتلغي يعتمد في قراره على مش عارف لرد الفعل هو ما كانش عارف ان جاب لنفسه بلوه جاب لنفسه بلوه عشان كده بينصحه الكابتن سيف زاهر نشوفه عندي نصيحه برضو لصاحب الهدف محمد حسن محمد حسن رد او طلع دلوقتي كتب يعني تويته او كتب حاجه وجهه نظره تحترم محمد حسن تواصل مع حد من الاعداد من عندنا وقال اللي حصل في اللعبه اما افكر كده خمس دقايق او خمس ثواني اطلع اقول عادي ان حامد وجدي يكلم محمد حسن وقال له كذا بس واضح ان محمد حسن عليه ضغط جماهيري في النادي الاسماعيلي نقدر كده تماما بس لو بفكر في اي حاجه بفكر في سبق بفكر في قصه فهطلع اقول والله ما توصلنا مع الراجل قال كذا وده عادي ده في الاعلام عادي ولكن هو في رده غلطان لان في بعض الاعلاميين تواصلوا معاه والراجل قال وجهه نظره الا قالها لنا فالقصه مش عندنا احنا بس وهم الناس طلعوا قالوا ووجهه نظر تحترم فانت النهارده بتقول لا ما حصلش لا الناس اللي تواصلت معانا محمد قال لهم ولكن انا مش هقول قال ايه عشان ما سببلوش
أزمة أو سبب له إحراج أو سبب له أي مشكلة. يعني رسالة عارف أنا اللي عجبني بنشط فيها الضمائر يعني الفنان ما احنا بنقول الفنان الكبير نبيل حلفاوي على تويتر كتب حاجة على هذا اللاعب على محمد حسن وده كلام مهم على الناحية الإنسانية. قال القبطان نبيل الحلفاوي دلوقتي أنا كل اللي يهمني في مشكلة امبارح الشاب محمد حسن أرجوكم ارحموه لاعب كل ذنبه إن الكرة ارتطمت بإيده قبل ما تدخل المرمى شاب محترم لم يقصد لمس الكرة بل وربما كانت يده ثابتة كما قال ولم يفرح بالهدف أو يتظاهر بالفرحة لم يعترض بعد إلغاء الهدف أصابه الحزن واعترف للحكم ولمدير الكرة بفريقه والإعلاميين. أستطيع أن أتخيل حجم الضغوط والتهديدات التي تعرض لها بلا ذنب وألتمس له العذر في محاولة التراجع. أناشد الجماهير من الجانبين والإعلام عدم التعرض لمن لا ذنب له إطلاقا خاصة وأن ما حدث لن يؤثر على أي طرف. أثق بأن الإسماعيلي لن يهبط إن شاء الله والدوري بالقطع للأهلي حتى لو كان فقد نقطتين أمس فلا مصلحة غير مباشرة حتى للزمالك لو كان الأهلي تعادل. اغلقوا هذا الجدل وتخيلوا أن محمد حسن هو ابن لكم شاب محترم حساس يعشق فريقه سوء الحظ أوقعه في مرمى سهام بلا ذنب جناه إطلاقا. وبيقول نبيل الحلفاوي عن نفسي لن أستمر في هذا الجدل وسأكتفي بالبلوكات لمن لا يحترم نفسه. هو الحقيقة تلخيص رائع وبسيط وصادق لموقف نجب أن نقف جميعا في هذا الأمر يعني حقيقي يعني خاصة لأنه يا جماعة زي ما قال الأستاذ نبيل الحلفاوي أنه محمد حسن اعترف حتى لمدير الكورة. طب ما تسمعوا الكابتن أحمد العجوز نفسه مدير الكورة مع الزميل كريم رمزي. أحمد العجوز مدير الكورة ونجم الإسماعيلي الكبير وهو بيعترف لكريم رمزي أنه اللاعب قال إن جت في إيده بس برضه مدير الكورة بيقول لك مش مقصودة وكأنه الناس مش عارفة القانون وهي دي المشكلة. لا ده بالعكس كويس انهم قالوا كده احنا كل اللي يعنينا انها جت. نشوف الكابتن احمد العجوز مع الزميل كريم رمزي. الاعادات اللي احنا شفناها كورة ما فيهاش اي هاندبول حتى لو جت في رجله بعد كده في ايده ماشي انما المنطق والعقل بيقول لو جت في ايد حد مش هتروح بالقوة دي الكورة. طيب بالتالي يعني كابتن احمد على بعض الصفحات وبعض المواقع في كلام منسوب لمحمد حسن انه بيعترف ان الكره جت في ايده. هل سالته هل الكلام ده صحيح اصلا ولا كلام خاطئ يعني ممكن يكون ال 12 كلام خاطئ يعني انا سالته انما جت في رجله وجت في ايده فاهم انت جون برضه يعني الناس كلها شايفاه كده هو انت لعيب يعني انطق واحد انما ده ما بقاش عارف الدنيا فيها ايه. هو محمد كابتن احمد هو محمد حسن قال لك جت في رجلي وبعد كده في ايدي. ايوه طيب ما دي بقى في قانون الكوره كله يعني احنا ما نعرفش حاجه في القانون اللي بنتهم فيه وبناخد الرخص عليه ما بنعرفش حاجه احنا سايبين القانون لاهل القانون. القانون بيقول ان الكوره من رجل اللاعب لايده ما فيهاش حاجه. لان هو التشريع هيعمل ايه؟ الكوره قريبه هيعمل ايه؟ انما انا بكلمك في منطق الكوره بمنطق واحد لاعب كوره كابتن كريم طبعا ان الكوره تروح بالقوه دي لا يمكن تبقى جت في ايده. مش ايده بس يعني مستحيل تبقى في ايده بس صح بالزبط. لا اتفق معاك او ايده الاول الاول هتنزل انت فاهمني لو كانت ايده الاول هتنزل تحت انما لما تيجي ولمست ايده مفيش مشكله. الكابتن احمد العجوز يركز على ان الكوره لما تيجي في رجله وبعدين تيجي في ايده الاول ان هي جت في ايده هو لما حتى جت في ايده ما كانتش متعمده. اذا الأول في نقطتين أو حقيقتين في هذا الكلام إن الكابتن أحمد العجوز يعلم أن الكرة جت في إيده بس بيقول إيده ما اتحركتش. إذن يبقى الجزء الآخر إذا كان القانون بيقول لو جت في إيده كمهاجم ودخلت المرمى عن غير عمد تتلغي يبقى الجون صحيح ما كانش يجب الغاء. طب لو القانون زي ما جاب لكم كده الاستاذ ابراهيم بيقول لك حاسمه قاطعه مانعه وزي ما الكابتن الغندور قالها وزي الكابتن ياسر قالها وزي الكابتن الشناوي ما قالها اذا لمست اتفضلوا هي دي اللقطه ولا ايه؟ استنوا بس انا هتجننوني اهو بص
بص بص اهو أحي. شايف ايده الشمال؟ ايده ثابته، بيقول له يا كابتن ايده ثابته. يا عم عشان انتوا مركزين مع الايد اليمين، هي الايد الشمال. ايوه ايوه ماشي. باهر بيحط ايده الشمال، باهر بيحط ايده الشمال، بيقول له اهو ايده ثابته. ايوه ايده ثابته وهي جايه. بص اهو، وربما تكون الكوره كمان جت في ايده الشمال. باهر بيقول له يا عم يا كابتن جت في ايده الشمال وهي ثابته. ايوه. طيب انا دلوقتي هقول لكم كتر خيركم، ولو اني زعلان منكم كان لازم تيجي من اول مره. لا عشان ما عندهمش شريط المباراه بس. القصه يا جماعه في كلام الكابتن احمد العجوز قاطعه. طب هو انت عندك ادله اكتر من اللعيب اللي ما احتفلش والكابتن باهر بيقول له جات له وهي لازقه في جسمه؟ يعني انتوا شفتوا الصوره، الصوت الكابتن احمد العجوز، ايوه يا كابتن لكريم، ايوه جت في ايده بس كانت ثابته، بس ايده جت في ايده بعد رجله. وهنا يعني ده القطع بقى. انما المهم في الموضوع الثاني ان لا، المدربين بتوعنا، وده راجل بيتكلم احمد العجوز على فكره كان لعيب حكايه، بس دلوقتي ده قانون كوره بيحصل عليه تعديلات. لما يكون مدير الكوره مش ملم بتعديلات القانون، اللعيبه، المدربين، الجماهير هيبقى انطباعها ايه؟ الاعلاميين، ما في اراء كتير بتطلع ضحيه هذا اللغط، ضحيه لغط متوه الحقيقه. ناس كتير فاكره انها اتظلمت امبارح. اي لاعب هيلمس الكوره وتدخل المرمى مش جون، قاصد مش قاصد، نايم صاحي ماشي واكل، ما دام فيها لمسه لليد على طول مش جون. على فكره كريم رمزي في نفس الليله وهو في نفس الحلقه بعد شويه نادي الاسماعيلي طلع بيان، ففوجئ في البيان بحاجه، قال لك لا اسمحوا لي بقى دي بتاعتي انا. نشوف. اكيد ان الجهاز الفني لفريق الكره الاول بالاسماعيلي بقياده حمزه الجمل نفى ما نشر على لسان لاعب الوسط محمد حسن بشان الهدف الذي سجله، واكد كافه خبراء التحكيم صحته وعدم لمس الكره بيده كما تصرف الحكم احمد الغندور والغى الهدف. معلش هنا بقى مع كامل الاحترام للنادي الاسماعيلي وهذا البيان المحترم، منذ لحظات مش من كتير يعني، منذ لحظات هنحاول نجيب لحضراتكم المداخله مره اخرى، الكابتن احمد العجوز مدير الكره بالنادي الاسماعيلي قال لي على الهواء، يعني اللي داخل لسه داخل معانا الحلقه دلوقتي، قال لي نصا كده ان محمد حسن قبله ان الكره لمست رجله وبعد كده لمست ايديه ودخلت المرمى. تاني هو هنا البيان بيقول انه محمد حسن ما لمسش الكوره بايده، وانه الجهاز الفني للنادي الاسماعيلي بيقول ان محمد حسن ابلغهم ان الكوره ما لمستش ايده. بالصوت كابتن احمد العجوز على التليفون دلوقتي قال ان محمد حسن ابلغه ان الكوره لمست ايده، وبناء عليه طبقا للقانون الكوره ادام لمست رجله ثم ايده ودخلت في المرمى فالكوره لا تحسب هدفا. بغض النظر مره اخرى، انا كنت منذ لحظات مع الاسماعيلي في حقه انه كان الفار لازم يعيد الكره مره واثنين وثلاثه، مش مع ان الكره هدف ولا انا ماليش ان انا اقول، بس كان من المفترض ان الفار يعيد اللقطه مره واثنين وثلاثه. ده كان راي الكابتن جهاد جريشه، بس الكابتن جهاد جريشه نفسه بعد مداخله الكابتن احمد على العجوز قال ادام الكره لمست رجله وايده اذا الهدف غير قانوني، اذا الهدف كان لازم يتم الغائه. وده برضه جيم قاله لنا في بدايه هذه الفقره مع كامل الاحترام لبيان النادي الاسماعيلي. طيب اذا لا يوجد اي شك في حقيقه ان الكره لمست ايد اللاعب، ها سواء بقى جت في ركبته ولمست ايده، جت في ايده ولمست ركبته وراحت، وان كل اللعيبه اللي حواليه شافوها وهو عارف وما احتفلش وقال انا كنت متوقع انها تتلغي. ولما كابتن باهر عايز قبل ما يروح الكابتن غندور الى الفار، كان الكابتن غندور خلاص رايح وعارف ان كل الناس حواليه قالوا له الكره جت في ايده، بس ايه ايده كانت جنبه وعارف انه رايح عشان شايف ان هيشوف كره جون انتهى. المؤسف في الموضوع اخلاقيا ان الموقف النبيل ده نحوله الى شيطانه، يضغط على ان انا اخلي واقهر انسان اراد ان يكون صادقا انه يحس انه عمل في نفسه مقلب. على فكره هو اللي قصد يقول جت في ركبته ثم ايدي، يعني هو بيبرأ نفسه بصرف النظر مش واخد باله ان هي كده مش جون.
هو مش قاصد غير يقول اللي حصل. اه وانتوا بقى مش هو اللي قال جون ولا مش جون، مش دوره. اي لكن يطلع بيان يقول ان ده ما حصلش وان اللاعب ما قالش وان احنا ما قلناش وان مدير الكوره ما قالش، وتطلع المنظر بالمنظر ده، وعايزين الناس تعيش معاكوا ان في ظلم حصل، والترويج لقصه كل اللي هتسفر عنه مزيد من الفتنه والوقيعه والانشقاق بالناس مالهاش ذنب، اللي هي الجماهير. اي ولاعب اتعلم الدرس، وانا غبي ان انا اكون انسان صادق، على الرغم ان ربما كان نيته انه يعمل يقول الحقيقه لانه مش عايز يكذب، زي بالظبط اين ذاك او هذا من الكابتن علي خليل. كابتن علي خليل ومع نفس النادي بالصدفه الشديده، بس المره دي اللي استفاد من هذا النبل الكابتن الاسماعيلي وكابتن علي ابو جريش، لان الزمالك احرم. نسمعه، نسمع علي خليل هيحكيها. طيب نسمع الكابتن علي خليل نجم الزمالك الكبير السابق، وهو بيحكي عن واقعه هو نفسه اعترف على عدم صحه هدف سجله. نشوفه. كابتن علي، انت حصل لك موقف، انت تقريبا ايه اللي حصل؟ احكي لي القصه كابتن علي بالظبط. هي مش متسجله على فكره. المباراه مش مسجله تقريبا. انا ما يعني كان في مباراه بين الزمالك والاسماعيلي. تمام. في الاسماعيليه كان في الدور الكام؟ وكان ده كان اخر مباراه في السيزون الاولاني. تقريبا سنه 78 تقريبا. تمام. كنتوا بتلعبوا على الدوري ولا كان خلاص الدوري محصر؟ لا، ده كان اخر مباراه في السيزون الاولاني. تمام. انا كنت مصاب وما لعبتش المباريات كلها، وده اول مباراه هلعبها. تمام. فجبت هدف، يعني انا كنت في السكس ياردة. وشفت الكوره بقوه. جت من الشبكه من بره من الجنب ودخلت في الجول. تمام. والكوره قعدت تتنطط جوه المرمى. تمام. كابتن احمد بلال كان الحكم. كابتن احمد بلال الاسمر. راح جاري، والكابتن احمد المرشدي كان لاين زمان. كابتن احمد مشيت جري على لغايه النص وشاور الكره ايه هدف. احمد بلال راح مصفر هدف. بدا الجمهور يعترض وعشان يتلغي الهدف. الحكم ما لغاش الهدف. طار الجمهور ينزل ايه الملعب، هينزل من المدرجات. نزل من المدرجات وعاوز يخش الملعب. فجه الكابتن علي ابو جريشه. قال لي احمد بلال اسال علي خليل. لو قال لك الكره جون احسبها جون. لو قال لك والله العظيم. كابتن علي ابو جريش قال لك كده. كده عشان عارف ان انت قال للحكم. قال للحكم كابتن احمد بلال. احمد بلال قال له لو قال لك الكوره جون احسبها جون. لو قال لك الكوره مش جون الغيه. جه الكابتن احمد بلال سالني. قال لك ايه بالظبط بقى كابتن؟ قال لي الكوره جت من جوه ولا من بره؟ وانا رايح فاروق جعفر كان جنبي. بامانه يعني الحق يقال يعني. فاروق جعفر قال لي قول اللي حصل. خدت بالك؟ يعني قال لي قول اللي حصل، يعني لو الكرة جون قول جون. لو الكرة بره قول مش بره. فما سألني الكابتن احمد قلت له يعني الكرة من بره قطعت الشبكة. ودخلت. وانت شايفها قدام عينيك. شايفها. السكس ياردة. وقلت الكرة من بره. قلت له الكرة من بره. فراح لغى الجون. والمباراة كملت وتقريبا طلعنا تعادل. في المباراة دي. لعبنا بقت السيزون. طبعا ربنا وفقني عشان قلت الحقيقة، أخدت هداف الدوري والكاس. جبت 24 هدف. بعد ما الكوره دي كنت جاي من اصابه، بعد ما قلت ان الكوره دي مش جون. خدت هداف الدوري نص السيزون بالظبط. نص السيزون خدت هداف الدوري. خدت جبت 24 هدف في نص السيزون. في نص السيزون يعني كانت اخر ماتش في الدور الاول. ولعبت السيزون الثاني كله. الدور الثاني كله. ولعبت الكاس. سجلت 24 هدف. خدت على فكره احسن لاعب واخدت احسن اخلاق في السنه دي. خدت بالك؟ عمرك ما خدت مع لعيبه خدت ضربه جزاء مش حقيقيه يا كابتن علي؟ لا عمري يعني. عمري ما امثل. عمرك؟ لا عمري في حياتي. شايف ان ده حرام يا كابتن؟ طبعا حرام. يعني انت بتظلم مدرب، بتظلم لعيبه، بتظلم جمهور. المفروض اللعيب دي رياضه. الرياضه اخلاق. فالمفروض لازم كل الرياضيين يبقوا عندهم اخلاق. طيب اتعمل كاس سموه كاس البساله واهدوه للكابتن علي خليل. الكابتن علي خليل قال الحق وقال الحقيقه وهدى ناس كان ممكن يحصل فتنه ومشاكل لو كانت كاذبه. طب احنا فين من النموذج الصالح ده؟ طب بصوا بقى حصل له ايه؟ خد كاس البساله؟
النبل الاخلاقي. وعلى فكره يمكن ناس كتير ما تعرفش ان الموسم ده انتهى والكابتن علي خليل هداف الدوري واحسن لاعب. الناس مش فاكره ده، لكن كل الناس فاكره لحد النهارده موقفه النبيل الشجاع الاخلاقي، انه ما رضاش يكذب وقال الحقيقه ولو على حساب مصلحه وحساب فريق مصلحه فريقه. فين ده يا عيني من 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 ابننا او اللاعب الذي اراد، ملوش دعوه انا جت في ايدي وبتاع وانا كنت حاسس ان حتى هو واقف حاسس ان الجول مش جول. الكابتن باير محمدي ايده جنبه، الكابتن العجوز ما اصلها ما تتحسبش عشان ايده جنبه. عايزين اعترافات ايه اكتر من كده؟ انا مش ما يهمنيش فكره الجون ومش الجون والحكم والفار، دي خلاص محسومه والكره اتحسبت اتلغت والاهلي فاز بالمباراه. انا يعني مش معني قوي بنتيجه المباراه لان خلاص دي محسومه محدش هيقدر يعمل فيها حاجه. انا معني بالنتيجه الاخلاقيه اللي حتى ما قدرناش نطلع منها بمكسب اخلاقي. هذه مباراه كان ممكن ان تكون نقطه فارقه في حاجات كتير جدا، نقطه فارقه في تكريس الخلق النبيل. يبقى عندنا اكتر من كابتن علي خليل، يبقى عندنا ناس تقدر تقول بشجاعه الحقيقه وتحيي وتكرم الراجل ده. لو اصر على موقفه يجب تكريمه. الراجل ده لو قال الحقيقه واقسم عليها يجب تكريمه. الراجل ده وامثاله يجب تكريم هذه النماذج. احنا في وضع كروي سيء، مش عايزين اتنين تلاته لهم مصالح معينه نطلع نحرق الدنيا ولا نعبأ هو هنا بقول المسؤوليه يا استاذ ابراهيم. عندما تغتال المسؤوليه ها بايدي المصالح والاهواء، لا احنا علينا كلنا مسؤوليه. هذا النموذج بتاع الكابتن علي خليل والله العظيم ده لازم يبقى جايزه سنويه. جايزه سنويه للاحسن اخلاق، مش الاحسن اخلاق للي يقول الحقيقه. سيبك من الاخلاق، ما انت ممكن تبقى لعيب، انت مش كل موقف كل مباراه هتلاقي موقف يحتاج لا ما يبقى ما اديهاش لحد، لكن اللي يعملها يكرم وتتعمل جايزه باسمه ويكرم تكريم منفردا وتبقى في، مش عايز اقول جواز مالي عشان ما حقرش من قيمه الجائزه، لكن وليه لا؟ انا يا استاذ ابراهيم عايز النماذج واولادنا يطلعوا يعرفوا ان الرياضه وسيله مش غايه، وسيله لتطهير النفس، وسيله لتقديم مواطن صالح، اضافه الى مجتمعات قدوات والناس تتاسى بها. كابتن علي خليل ده قدوه، محمد حسن لو كانوا تركوه لأصبح قدوة. لكن وعلى فكرة مهما قال ومهما عاد خلاص الحقيقة خلاص احنا جبناها لكم على البتاع. في الملعب كابتن باهر قال كذا واللعيب ما احتفلش وكل النقاد، وطلع على فكرة طلع بيان من اتحاد الكورة ومن لجنة حكام بيؤكد على صحة الهدف مش من منظور الفار، مؤكد منظور ما كتبه تقرير الحكم انا متاكد. عايز اقول لكم في الجزئيه ديت يا جماعه، ناس كتيره اجتهدت وقالت كلام غلط انه تم ايقاف حسام عزب حكم الفيديو، ده ما حصلش. بالعكس لجنه الحكام كلها اشادت بطاقم التحكيم. فكره ان انت عندك مشاكل في التصوير ده مش مسؤوليه حكام الفار، مسؤوليه الاخراج التلفزيوني والامكانات الخاصه بكاميرات النقل، لكن اداء طاقم التحكيم كان محل اشاده من اداره اللجنه. ما حصلش ايقاف لحسام عزب، ما حصلش اي لوم حتى، بالعكس تم تحييتهم على المباراه لانه كمان خبراء التحكيم كلهم اجمعوا على انه صحه الموقف. لا مش كلهم للاسف الشديد، الا جهاد جريشه. مش جهاد جريشه، جهاد جريشه ومعاه واحد، جهاد جريشه صراحه تحليله زي تحكيمه يعني. يا لا مش بس جهاد جريشه للاسف الشديد في واحد او اثنين بيستسهلوا، او ربما راوا ان هم لما يكونوا مختلفين ربما يبقى يعني انا شديد. اعتقد أنا كبار أنا الخبراء لما جمال الغندور واحمد الشناوي وكابتن ناصر عباس حتى هنا في القناه، احنا ما عرضناش الكابتن ناصر عباس لانه في النهايه وكابتن ياسر عبد الرؤوف. على فكره كابتن ياسر عبد الرؤوف ده مفاجئني بالشجاعه ان كل مره والثانيه عنده ضمير حي يطلع يمارسها ويطلع يدعم نفسه قبل ما يدعم اي حد ثاني.
احنا ما حبيناش نعرض الكابتن ناصر عباس لانه التحليل كان هنا في قناه الاهلي. انما خلينا دلوقتي احنا ليه بنقول كل الكلام ده؟ لعلنا ننزع فتيل الاحساس بالظلم. ايوه فقط. لكن احنا لا الماتش هتتغير نتيجته ولا احنا محتاج. وعلى راي كابتن نبيل واحنا يعني الماتش ده هي واقفه عليه. جزء تاني بقى من تصدير المظلوميه ديت او الايحاء للجماهير بانه الاهلي ظالمنا، الاهلي ليه ما بيلعبش في الاسماعيليه؟ ولو رجاله تعالوا الاسماعيليه. لو رجاله يعني كلام صغير يعني إيه قوي. هتعمل ايه يعني؟ كلام صغير قوي بصراحه ما يستحقش حتى تقف عنده. لكن على فكره لو حد يقول لك ما احنا اللي كسبنا الاهلي 4، الاهلي وبحمد الله ما فيش حد يقدر يعاير الاهلي بنتيجه مش في مصر، في افريقيا والوطن العربي. الاهلي هو اللي ليه مش عليه. يعني نتائج الاهلي مع كل منافسيه محليا وافريقيا الاهلي دايما هو اللي رصيده اعلى، وما بيتكلمش على كده على فكره. لانه حتى الاسماعيليه الاهلي كسب الاسماعيلي في الاسماعيلي كسب الاهلي في القاهره 3، بس الاهلي كسب الاسماعيلي في الاسماعيليه 6-0 مرتين، ومش بعيده على فكره. يعني 6-0 دي كانت في 15 فبراير 97 و 6-0 تاني كانت في 15 ابريل 2005. انا دي بقولها لكم موثقه. والاهلي كسب الاسماعيلي في الاسماعيليه 4-0 في 12 مايو 2006. اذا مش فكره ان انا ما بروحش العب في الاسماعيليه يبقى الدوره هيضيع لو رحت لعبت ماتش في الاسماعيليه. ما انا ممكن اكسب في الاسماعيليه واخسر في القاهره، دي كوره. لكن الايحاء انه الاهلي السبب ده هروب من الموضوع. وليه ابقى رايح يعني ليه انتوا بتقولوها بالبساطه دي؟ لو رجاله تعالوا وانت لا تجرؤ تيجي الاسماعيلي. ليه لا اجرؤ؟ ليه؟ ليه تكريس ليه انت متصور ان انا يعني لازم اخاف منك او انت تخوفني ليه؟ فين هنا المسؤوليه؟ يا استاذ ابراهيم ده كلام مش مسؤول. لكن هل الاهلي كان مسؤول؟ وجمهور الاهلي السنه اللي فاتت في برج العرب يحصل اعتداء على حافله الاهلي، يروح يلعب مش عارف في تنس الطاوله ولا فريق باسكت، تحصل نفس الاشكال نفس المشاكل. طب ما ده اللي بيخلي المسؤولين الامنيين في الاسماعيليه، على فكره ناس كثيره ما تعرفش ديت، السنه دي في بدايه الموسم كان رئيس النادي الاسماعيلي المهندس يحيى الكومي، بعد جواب للنادي الاهلي للكابتن الخطيب انه عايز النادي الاهلي يبدي استعداده انه يلعب في الاسماعيليه. اترد عليه بفاكس خلال 24 دقيقة. يعني بمجرد ما تم اختار مجلس الإدارة بخطاب النادي الإسماعيلي. الأهلي مرحب جدا ويرحب بالإسماعيلي في القاهرة في أي وقت يلعب في ملعب الأهلي الملعب المختار، وعلى الإسماعيلي الحصول على الموافقات الأمنية اللازمة مع الرابطة. يعني ده مش موضوع الأهلي، الأهلي رحب فورا بعد 20 دقيقة. رحب طبعا. بعد 24 دقيقة، ما عنديش مشكلة. المشكلة فين؟ كل رئيس لجنة مسابقات بيمسك، لو سألته الكابتن عامر حسين دلوقتي هيقول لك الأهلي بيجيب موافقة أمنية على استضافة الإسماعيلي في القاهرة، ليه؟ لأن أنتوا لما بتعمل قبل ما تعمل القرعة بتحدد الملاعب بتاعتك. كل نادي بيجيب الموافقة الأمنية على الملاعب اللي هو اختارها ويسلمها للرابطة أو لإدارة المسابقات عشان تثبت الجدول، الأهلي اختار ملعب كذا، الملعب مثلا في نطاق القاهرة بيجيب موافقة مديرية أمن القاهرة، الزمالك مثلا اختار ملعب في نطاق مديرية أمن الجيزة بيجيب موافقة مديرية أمن الجيزة وهكذا. الإسماعيلي ما بيجيبش الموافقة الأمنية على استضافة الأهلي في الإسماعيلية. الأهلي كان يقدر يتمسك بحقه القانوني على فكرة مثلا إنه يقول للإسماعيلي لا أنا جبت الموافقة أنا اتفضل في القاهرة اختار أنت الملعب اللي أنت عايزني ألعبك فيه. إدارة المسابقات عشان تبقى يعني فير ينف شوية بين الكل راحت نقل الماتشين لبرج العرب والأهلي وافق رغم أنه من حقه يلعب في القاهرة. أنت اللي ما عندكش موافقة في الإسماعيلية. على فكرة ده مش وليد إدارة المسابقات الحالية في الرابطة برئاسة عامر حسين ولا اللي قبله من أيام مازن مرزوق. فاكرين كابتن مازن مرزوق وحكى الواقعة مع وضع جدول الدوري عشان تشوف ان هي قديمه شويه. نشوف
هل من ضمن الامور هل الاهلي مثلا طلب ان هو لا يواجه الاسماعيلي في الاسماعيليه؟ لا لا بص عشان برضه الناس يعني في انديه برضه تبقى عارفه ان القصص دي مش قصه اتحاد الكوره، مش انا اللي بنقي مين يلعب فين ومين يلعب فين. انا ببعت الملاعب للامن وبلعب ببعت الجدول، والامن ليه بعض الاشتراطات الامنيه او ليه بعض الرؤيه الامنيه فبتحصل. فالاهلي ما بيروحش يلعب في الاسماعيليه خلاص، يبقى دي لابد من احترامها، دي رؤيه امنيه طبعا بحته يعني اكيد لو عليا لعب الناس كلها لكن القصه مش قراري انا، لان انا يعني نظريتي هتبقى قاصره لان ما عنديش الخلفيات اللي عند الامن. دي تصريحات برضو مهمه جدا لانه بترد على اسئله عند ناس كتير. يعني انا ما عنديش الخلفيات بتاعت الامن، الامن هو اللي عنده المعلومات وهو اللي بيحمي البلد دي. لكن انا اطلع اتكلم، لما انا اطلع اقول لا هيلعب الاهلي هنا والزمالك يلعب هنا ابقى بقول اي كلام. يعني مش الاهلي هو اللي طلب انه على فكره الاهلي ما طلبش خالص، الاهلي اخر حاجه يطلب. مسائل مش محتاج نناقشها يا جماعه، عيب. واحنا كده عمالين بنخوض في امور مش في ايدنا ولا تخصنا ولا تخص بعض اللي بيسيروا الجلبه دول، ولا تخص اداره اسماعيل، تخص دي مسائل لا ينبغي مناقشتها حتى. عايزين نلعب في اي حته. احنا يا استاذ ابراهيم مع النهائي الافريقي كنا شايفين العداله ايه؟ نلعب على ارض محايده مش كده؟ مش دي كانت العداله؟ نلعب على ارض محايده؟ ما احنا بنلعب على ارض محايده. وهو دي على طول احنا مع الاسماعيلي الماتشات الفاصله 3 مرات او يمكن 4 مرات بنلعب في ارض محايده. كفى مش عارفين نعمل ايه في موضوع نشوف. طيب برضو مسؤول في الاتحاد العميد ثروت سويلم نشوف رؤيته. اسماعيلي ما بيلعبش ليه؟ طب المصري ما بيلعبش في ملعبه ليه؟ الامور دي بيحكمها ضوابط وامور معينه وما نقدرش نتكلم فيها عبر الاعلام. عاوز اقول لحضرتك لا، في حرص كامل ان كل الانديه تكون على حياد تامن وعلى مسافه واحده مع الرابطه ومع تسيير العمل في الدوري في المرحله اللي جايه. لكن انت النهارده بتتكلم بتقول الماتش في استاد برج العرب، طب الماتش الثاني هيبقى برضو بتاع النادي الاهلي، مش هيكون في القاهره، هيكون بنسبه كبيره برضو في استاد برج العرب. فاللي هيمشي على النادي الاهلي هيمشي على النادي الاسماعيلي. عشان كده بقول لحضرتك الرابطه رغم ان في 5 ممثلين للانديه من 18 نادي لكن بيتكلموا على 18 نادي على مسافة واحدة ومش مختلفين ومفيش تعنت مع حد. يعني دي رسالة لجمهور نادي الإسماعيلي يتأكد تماما مفيش قرار فيه تعنت أو فيه قرار بيتاخد ضد نادي من الأندية. طيب ولو سألته الكابتن عامر حسين هيقول اللي قاله العميد ثروت واللي قاله مازن مرزوق لانه مش بتاعت الاهلي، دي الحقيقه. بس هي الفكره فين يا جماعه؟ يعني جان بول سارتر الفيلسوف الفرنسي له مقوله عبقريه بيقول لك الجحيم هو الاخرون. الطرف الثالث بتبقى المشكله هنا، ان انا وانت لو مختلفين هنلتقي وهنتفق. الاطراف الوسيطه المتداخله اللي بتعكر الصف عشان تصطاد في ماء عكر هي دي المشكله. ما هو لو الاسماعيلي خلص المساله هاتوا الموافقه وانا اجي لك يا عم الاسماعيليه جوه البيت، ايه المشكله؟ ما احنا في النهايه بنلعب كوره وفي بلد واحده وخاضعين لمسابقه واحده وبيننا علاقات وبيننا احترام وبيننا ناس كتيره محترمه بتقدر كل هذه العلاقات. اي شوشره واي كلام في التوترات يمكن احتوائها، ما هياش مشكله. احنا في الاول وفي الاخر ناسيين ان دي كوره وناسيين ان دي بلد واحده. انما تيجي تلاقي الضرب بقى في سكك جانبيه. نادي الزمالك ما هوش طرف. امبارح لو الاهلي اتغلب مش اتعادل، لو الاهلي اتغلب الزمالك ما استفادش. ملوش علاقه مباشره خالص. اللي يستفيد لو الاهلي اتعطل هو بيراميدز المنافس المباشر. او فيوتشر اللي قبل الزمالك. الزمالك ملوش مصلحه مباشره في مباراه امبارح. ومع هذا كان مهتم بيها ومهموم بنتيجتها وباحداثها وبتطوراتها وبتفاصيلها ربما اكتر من الاسماعيلي او دفع الاسماعيلي الى هذه المواجهه. الكلام ممكن يتفهم من قبل جماهير لانه في الاول وفي الاخر حتى اداره المسابقات النهارده عاقبت
عدد من جماهير الاهلي 2000 وحاجه، وحوالي برضو 200-300 واحد من مشجعين الاسماعيلي، لانه الكلام اللي حصل في المدرجات بين الجمهورين، جمهور الاسماعيلي بدا بالتجاوز، رد جمهور الاهلي، لكن صدقوني دي جماهير. طب ما نقف هنا لحظه عشان نشوف الكارثه. زارع الفتنه الدائم تبنى هذا الموقف وجمهور الاهلي ولا يليق، وبنعتذر لكم على اللي حصل من جمهور الاهلي واساءات جمهور الاهلي. وهو ما اعتذرش عن جماهيره هو لما راحت السنه دي في ماتش الاسماعيلي معاهم وثبت الاسماعيلي في الاسماعيليه وتوعدوهم بالهبوط. هو الكلام ده ما حصلش ولا حصل؟ حصل. طب ايه فين الغاضبون من النادي الاهلي؟ فينهم؟ فين يا استاذ شيحه؟ انت ما كنتش هناك؟ لا. استاذ وحيد ما كنتش هناك؟ لا انا مش بسالك انت. انا بسالهم يعني. ما شفتش اللي حصل؟ طب ما شفتش اللي حصل في ماتشات الباسكت اللي كانت الاهلي وزمالك هناك، والتراشق والخناقات اللي بره بين جماهير المنافس وجماهير الاسماعيلي؟ مش بس ده بيحدث مع الجماهير كلها. فكونك تختزل وتاخد الاهلي وتقعد تكبر وتنمي في كره الكراهيه، يعني ربنا هيحاسبنا كلنا. وانا يعني عايز الناس تتوقف عند كلمه الكابتن علي خليل وهو بيقول انا في نص موسم كنت مصاب، بعد الموقف ده جبت 24 جون. على فكره ده كان بيقول كده لخالد الغندور، هو اللي كان مستضيف. جاب 24 جون في نص موسم، ونص الموسم زمان كانوا 12 نادي ولا 14 نادي. انت متخيل ربنا كافئه ازاي؟ خد احسن لاعب وعاش حتى اليوم ينظر اليه ان ايه الراجل الملاك ده؟ ايه القيمه النبيله دي؟ ولذلك في ناس لما تسمعها بتتكلم ده كابتن حماد عبد اللطيف وكابتن اشرف قاسم وبعض النماذج الطيبه اللي هي تستطيع ان تشيع، مش بقى اللي كل واحد راح لعبله 3-4 اشهر وعايز يعمل لي فيها منتمي. يا ده في لعيب لعب في الاهلي اكتر ما لعب في الزمالك وطول ناري لقح على الاهلي. حاجه غريبه جدا مره واحده. ما كانش موقفه كده من 6 اشهر، بس يبدو ان عقده بيقول له كده. انت جاي عشان تعمل دي. محموق قوي، بيقول حق ومش حق وبتاع ويقعد يتجلط في الكلام. الكلام ده يا جماعه يمكن فهمه من جماهير او حتى من لعيبه كره سابقين، لانه يعني خلينا نعذر الناس. المشكله في الاعلاميين او في المذيعين. واحد من مقدمي البرامج في قناه النيل للرياضه استاذ طارق رضوان، وانا هنا بقول في قناه النيل للرياضه ليه؟ لانه انا لما بتكلم على الاعلام الجاد الرسمي بقى الدولي بكل التزاماته وبكل ضوابطه وانضباطاته بتكلم على ناس مسؤوله. طارق رضوان الراجل زملكاوي، هو حفيد الكابتن لطيف وحفيد الكابتن محمد لطيف الله يرحمه. هل من المعقول ومن المقبول في خضم هذه الاحداث والليله الهايجه شويه بين الجماهير يروح عامل رساله صوتيه لصفحه المتحدث الرسمي لنادي الاسماعيلي علشان تزكيه هذا الخلاف؟ وانا هنا بتكلم على واحد من مقدمي البرامج في قناه من قنوات الدوله، مش واحد اقدامهم. يعني هل ده؟ طب عشان ما نتجناش نسمعه بعظمه لسانه كده يا جماعه. والله كل الناس عندنا في القاهره، يعني طبعا جمهور الزمالك يعني بصفه عامه، مش مبسوط من اللي حصل. ويعني الدوري المصري بقى فيه حاجات كتير قوي يعني ما تخلكش ان انت تتفرج عليه، يعني لا تحكيم مظبوط ولا حكام على الفار مظبوطين او فير، ولا لجام في اتحاد الكره مظبوطه، ولا اتحاد كره مظبوط بقراراته بالجانو،
بصراحه فرق كبير قوي بين مسابقه الدوري ايام الكابتن اسامه خليل والكابتن طبعا علي ابو جريشه والكابتن سيد عبد الرازق والمتعه اللي كانت موجوده فيها ودلوقتي. والسبب الرئيسي انا في رايي احنا بقينا نفتقد للشخصيات الفير، الشخصيات او الكوادر اللي عندها القوه ان هي تاخد القرار المظبوط والصح بصرف النظر عن انتمائها لده او ده او مصالحها او شركه او راي. وان شاء الله خير للنادي الاسماعيلي ويبقى الاسماعيلي دائما يعني الحقيقه ليه مكانه كبيره جدا في قلوبنا وليه الاحترام من كل الجمهور وان شاء الله هو موجود يعني بدون قلق. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. يعني الراجل ده اللي شاف كل حاجه كده وكان عايز ناس فير في الرعاه، مش عارف ازاي يبقى فير في الرعاه يعني. يعني انت راجل عندك بيزنس وعايز تعمل اعلان، هتكون فير مع مين؟ مع نفسك يعني. لكن هو السنه اللي فاتت، ما هم كل دول كانوا موجودين السنه اللي فاتت واللي قبليه، ده انتوا عمالين تتفاخروا خدتوا دوري وكاس، دوري وكاس مرتين، ولا دوري وكاس ودوري مرتين. كان كل الدنيا حلوه، كانت فير قوي. السنه دي مره واحده ايه اللي جرى لهم؟ جالهم فيروس، كل الناس جالها فيروس، بقت مش فير وعايزه سبحان يعني. لكن هو بينكأ الجراح، هو بيستغل موقف ناس زعلانه ويقول لهم والله انتوا صعبانين عليا، القاهره كلها حزينه، القاهره كلها حزينه، مش عارف حصل ده هو فين في القاهره ساكن، مش عارف يعني. يعني او العماره بتاعتهم يمكن حزينه ولا ايه يعني. يعني فكره الانتهازيه واصطياد الموقف ده هو ده اللي ظاهر على الموقف النهارده. انت احنا بقى لنا شهر الدنيا متغيره، في برامج حاولت تكون محايده بقى من شهر كده، رغم ان الاطراف بتوعها زملكاويه لكن اجتهدوا ان يكونوا محايدين، فقدوا كل هذا خلال ال 15 20 يوم اللي فاتوا دول. وكان هناك شيئا جديدا يكرس له، والاتي الله اعلم هيبقى عامل ازاي، لان انت هتشوف من ده كتير يا استاذ ابراهيم. طيب الهدف ده من ده ايه يا جماعه؟ ده نموذج هدفه تشويه فوز الاهلي، الوقيعه اكتر، احداث الوقيعه ومزيد من التباعد بين الاهلي واي حد. لانك هو ايه اللي حصل من السنه دي على السنه اللي فاتت؟ نفس الرابطه، نفس اداره المسابقات، نفس الحكام اللي بيشتغلوا، نفس غرفه الفار بامكاناتها، بل انه نفس مشاكل الاسماعيلي. يعني لو بصيتوا على الاسماعيلي السنه اللي فاتت بيعاني من اجل البقاء، السنه اللي فاتت والسنه اللي قبليها دغدغت المشاعر. فين ايام اسامه خليل وايام هو بعتها للكابتن اسامه خليل على صفحته كمتحدث رسمي؟ فيبان المساله انه الاهلي سالب كل حاجه دلوقتي، لكن كان فين اي كان بيعمل ايه ايام اسامه خليل؟ على فكره الكابتن اسامه خليل الغزال الابيض للاسماعيلي لعب في الاسماعيلي بالظبط من 72 لغايه 80. الفتره دي الاهلي اخذ الدوري فيهم 7 مرات. يعني المواسم التسعه اللي لعبها الكابتن اسامه خليل في الاسماعيلي عشان بس طارق رضوان بيوحي لهم او بيجامل الكابتن اسامه انه الاهلي كان بيعمل ايه معاك. عشان بقول لكم الاهلي تحت اي ظرف مقومات البطوله عنده موجوده. التسع سنين اللي لعبهم الكابتن الكبير اسامه خليل مع الاسماعيلي الاهلي اخذ الدوري 7 مرات، المحله خده مره والزمالك مره. ادي 9 مواسم اللي الكابتن اسامه خليل بقول لكم ده كان واحد من موهوبي الكره الكبار. بس الاحابه انك انت واحترف بره وبعديها سافر امريكا طبعا. راح كوزموس الامريكا. الاحابه ان الجمهور الاسماعيلي الجديد الصغير اللي هو نظام يعني الاهلي كان يعمل ايه مع اسامه خليل؟ واستغلال الحدث واستغلال اللحظه على انه الاهلي السبب، او انه جماهير الاسماعيليه لازم تبقى فاهمه انه الشركات مش فير، ومش عارف ازاي حد بقيمه وعلم طارق رضوان
راجل مهندس في الاصل على فكره، يعني عقليه برضه ما هياش اي كلام. لسه الناس عايزه تفهم الرعايه ماشيه ازاي والحقوق التسويق التجاريه ماشيه ازاي. استغفر الله، هو اتجاه للتشويه والتقويم يا ابراهيم مش اكتر من كده. فاهمين وكل حاجه، ودي المشكله. ما هو فاهم، هو ما عندوش رجال اعمال؟ يعني ما فيش رجال اعمال زملكاويه عايزه تجامل الزمالك؟ طب الاهلي بيتجامل، ما فيش رجال اعمال زملكاويه عايزه تجامل الزمالك وجاملوا الزمالك لفتره؟ طب والزمالك عنده رعايات ورعايات قويه. طب هو الاسماعيلي بياخد قد الزمالك مثلا؟ يعني سيبك من الاهلي بقى، ليه مطلوب ان الزمالك ياخد قد الاهلي؟ طب الاسماعيلي ليه ما بياخدش قد الزمالك؟ لا ده ما بيقولوش كده. ده بيقولوا الاسماعيلي ياخد زي الاهلي ماشي. طب ياخد زيك الاهلي، طب ياخد زي الزمالك الاول. يعني انتوا ما تطلع الاهلي من الحسبه. ليه الاسماعيلي والاتحاد بجد وهم انديه شعبيه محترمه ليه ما بياخدوش زي الزمالك؟ لكن صدقوني هو دي الرغبه في التوقيت بهذا الظرف. وبعدين يتقال ايه بقى؟ اصل مجلس الاداره في التجاوزات، مجلس الاداره مسؤول، لانه مجلس الاداره ده هو اللي خد الجماهير. ده كلام خالد الغندور، هو اللي خد الجماهير وداهم برج العرب، فبالتالي مسؤول عن سلوكهم. طيب هو الزمالك ما بينظمش رحلات لجماهيره وسندوتشات واكل؟ ما عملش رحله بالقطر للصعيد؟ ما راحتش الجماهير من القاهره للصعيد في مباراه اسوان وحصل اللي حصل مع امين عمر وكلكم فاكرين الاعتداء على الكابتن امين عمر حكم المباراه؟ مش ده حصل من رحله رسميه النادي منظمها؟ لكن محاوله تلبيس الاهلي ومجلس ادارته المسؤوليه، اعتقد يا جماعه كلام في الظرف لا يليق بناس كبيره. في ظرف ان انت بتحاول اشعال فتنه معينه بين جمهورين او بين ناديين، كفايه اللي حصل قبل كده. زي ما المهندس عادل قال في البدايه، هي المسؤوليه فين بالظبط؟ نطلع لفاصل وبعد الفاصل نحاول ندور عليها. اهلا بحضراتكم من جديد، وما تخافش على الاهلي طول ما الاهلي فقط يهمه الحقائق، ويهمه ان الحقيقه تبقى ظاهره ويتعامل بموجب هذه الحقائق. على فكره من ضمن الكلام اللي اتقال حتى بالنسبه لكاس مصر، الزمالك هيلعب بيراميدز، فاتقال اصل الاهلي معموله له قرعه لوحده عشان بيراميدز يواجه الزمالك. على فكره دلوقتي المصري انتهت مباراته مع حرس الحدود في الاكسترا تايم، والمصري فاز 3-2 بعد ما كان الحرس متقدم، والمصري في طريق الاهلي. الحقيقه يا جماعه بجد الناس دي مش لاقي حاجه تقولها على النادي الاهلي. القرعه بتتعمل، مندوب الانديه كلهم بيحضروا. تكرار وقوع بيراميدز مع الزمالك يوحي او يخلي الناس تقول لك ده متعمد عشان يبعدوا بيراميدز على الاهلي. طب هي مش دي قرعه؟ قال لك وفاتحين السكه للاهلي. طب الاهلي في سكته مين؟ في الكاس. كان في سكته سموحه، لكن سموحه خسر من فريق النجوم. كان سكته الاسماعيلي، الاسماعيلي خسر من فريق النجوم. ادي فرقتين خرجوا من فرقه في الدرجه الثانيه او الثالثه. طب الاهلي ما زال في سكته الداخليه؟ قال لك حطه في سكته الداخليه. طب هي الداخليه ضعيفه؟ طب ما الزمالك لعب المقاولين. بس على فكره الزمالك مع الداخليه السنه دي اتعادل في الماتشين 1-1 و1-1. طب الاهلي في سكته انبي، والاهلي اظن اللي هو اخرج النجوم. طب ما انبي الزمالك ما عرفش يكسبه السنه دي، كسب الزمالك 2-1 وتعادلوا 1-1، 2-0 و1-1. يعني الزمالك الاهلي في سكته الداخليه، والزمالك ما كسبش الداخليه السنه دي، سكته انبي وما كسبش الانبي، في سكته الاسماعيلي والاسماعيلي فاز على الزمالك وخسر من الزمالك لكنه الاسماعيلي خرج. يعني الاهلي برضه في سكته المصري بعد ما المصري اقصى حرس الحدود. طب هو المصري ما السنه دي كسب الزمالك برضه. يعني اشمعنى دول لما لعبوا مع الزمالك الزمالك ما فازش عليهم لكنهم فرق ضعيفه ما دام هيلعبوا الاهلي، بس على اساس انه بيراميدز تكرر وقوعه مع الزمالك. طب هل التكرار ده معدل عقلي شويه او معيار ممكن الناس تتكلم فيه؟ كان الاهلي اتكلم على انه صن داونز في قرعته في افريقيا بقاله كام سنه، الهلال السوداني في قرعه الاهلي بقاله كام سنه،
متكررة. الوداد البيضاوي بيقابل الأهلي في الفاينل بقاله كم مرة؟ مش دي قرعة برضو؟ اشمعنى دي قرعة ودي قرعة؟ اشمعنى لما الأمر بيتعلق بأنه تكرر فريق زي بيراميدز أو غير بيراميدز مع الزمالك؟ ما هو الأهلي بيراميدز ما هو لعب مع الأهلي، ما هو السنة اللي فاتت الأهلي في بطولة الكأس كسب بيراميدز. إيه المشكلة؟ إلا فقط محاولة التشويش والتشويه لأي حاجة الأهلي بيعملها. عشان كده مهمتنا إظهار هذه الحقائق. يتقال لك بص الرابطة مودية مصطفى عيسى ده المراقب الدائم لمباريات الأهلي، فده اللي بيكتب لهم التقرير اللي بتخدمهم. فتيجي تسأل هو مين الراجل زي مصطفى عيسى؟ راجل محترم، كان وكيل وزارة الشباب والرياضة في مطروح وفي حاجة برضه من أعتقد الشرقية أو غيرها، يعني حد برضه مش لاعب في النادي الأهلي، بس هو كل اللي راقبهم مصطفى عيسى للنادي الأهلي أربع مباريات. على فكرة في جدول المراقبين هتلاقي عبدو عبد العظيم راقب أربع مباريات للزمالك، عادل محفوظ أربع مباريات للزمالك، سمير جودة أربع مباريات أو ثلاث مباريات للزمالك، يعني تكرار أي حد للزمالك كويس ومقبول. لكن يدور على حد تكرر للأهلي هي دي المشكلة، مع أن أنت بتلعب عدد كبير من الماتشات قياسا على عدد المراقبين من الطبيعي أنه يتكرر، وفي الأول وفي الآخر المراقب بيعمل إيه يعني؟ أيوه دي النقطة. ما المباريات متزاعة ولو حصل تجاوز بتتاخد عقوبة زي حصل امبارح في مباراة الأهلي، ما هو كان المراقب الراجل ده مصطفى عيسى وحصل هتاف من جماهير الأهلي وهتاف من جماهير الإسماعيلي، اتعرض الجمهورين في أشخاصهم، يعني بموجب شركة تذكرتي اللي عندها قاعدة البيانات حجبت عدد من الجماهير دول ودول لنهاية الموسم. لكن هي الفكرة زي ما بقول لكم الأهلي، وطول ما الناس هتحاول تعمل تشويه وتشويش على أي حاجة الأهلي بيعملها هيبقى مسؤوليتنا قدام جماهيرنا إظهار هذه الحقائق بكل الهدوء وبكل المنطق. جماهيرنا وجماهير الأخرى، الجماهير الأخرى هي اللي محتاجة تعرف الحقيقة بالظبط. بعد فوز الأهلي على الإسماعيلي في هذه المباراة الصاخبة، مستر مارسيل كولر في المؤتمر الصحفي كان كلامه مهم نشوفه. طيب على ما يجهز المؤتمر الأهلي في شهر يوليو يا باشمهندس، وده كلام مهم جدا للجمهور، ان انت هتلعب مع الاتحاد يوم السبت ثم مع الزمالك 13 يوليو ثم مع المقاولين 16 يوليو ثم مع الحدود 19 يوليو ثم مع بيراميدز 23 يوليو ثم مع المصري في ختام الدوري 26 يوليو ويوم 30 يوليو مع الداخلية في كاس مصر، وإذا ما تقرر تأجيل مباراة السوبر الأفريقي للأهلي مع اتحاد العاصمة الجزائري المقرر ليها سلفا 12 أو 13 أغسطس هتتلعب في الفترة ديت بقية مباريات كاس مصر. هذا الجدول المضغوط بيفرض على الجماهير كمان مزيد من الدعم والإدراك. والإدراك الدعم بالإدراك. آه بإدراك المسألة مش سهلة. آه وإنكم مش هتشوفوا باستمرار التوهج والتألق في كل الماتشات. أيوه. صعبة. أيوه. وزي ما قال مستر كولر قبل كده إن في إرهاق ذهني. آه بيأثر على القرار. أيوه. ومفيش لعيب على مستوى العالم ما بيهدرش فرص. أيوه. آه ممكن تكون زادت شوية يعني الظاهرة دي معانا، لكن أنت برضو لانك بتخلق فرص كتير فبيبان انك بتهدر كتير، ما انت من اقوى او اقوى هجوم رغم انك انت اخر اسبوعين ما سجلتش غير هدف في حاله كمان غزاره تهديفيه للمنافسين. بس انت عندك كم ماتش باقيين؟ سته. سته تقريبا. خلي الجمهور يعني يعزل نفسه شويه عن اجواء التحريض واجواء التكريس اللي بتحصل ضد الاهلي، وما ينسخش غير لفكره والله لو ربنا كرمنا وعدينا باذن الله وحسمنا الدوري ادي كمان بطوله دخلت، يبقى
نسبة النجاح لحد هذه اللحظة هتبقى كويسة جدا، مش مطلوب أكتر من كده. ما كله، وده اللي لازم جمهورنا يفهمه، إن 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 أنا عشان أخش أفريقيا، عشان أخش السوبر، عشان أروح كأس العالم، بيبقى فيه تمن بدفعه. إن أحيانا بيحصل لي دروبات في النص، ولما حصلش يبقى حاجة مش طبيعية. أيوه. ما إحناش يعني بنجيب روبوت يلعبه، لا، ده في الآخر حتى الروبوت محتاج بعض الوقت يبقى فيه صيانة وتزييت وحاجات كده، تغيير شريحة. أنت مش متاح لك الكلام ده على رأي الراجل، وبيقول لك طب أنا همرن إمتى على السلبيات؟ طب ما تسمعه. جاهز؟ جاهز. جاهز. نشوف مستر مارسيل كولر بعد مباراة الأهلي والإسماعيلي امبارح. ما كانش سهل، وانا توقعت كده من قبل الماتش، قبل المباراه، ان المباراه مش هتكون سهله، وده اتاكد في سير المباراه. الشوط الاولاني برضو كان عندنا صعوبات في الشوط الاول، احنا صعبنا الجيم على نفسنا، كنا بنلعب بتراخي شويه، مش قادرين نخترق، ما بنتحركش كتير. الشوط الاولاني عدى بدون ما ان احنا نعمل الكره اللي احنا عايزينها والتراخي اللي انا بتكلم عنه. فبين الشوطين اتكلمت مع اللعيبه ازاي ان احنا نغير ده. نزلوا الشوط الثاني كانوا احسن شويه، كان حاول ان هو يكون في ازعاج اكتر للمنافس، في حركه اكتر، في محاولات اكتر واختراق اكتر. جبنا جون. بعد كده بدات بعد في اخر المباراه اصابتنا حاله بتيجي كل فتره كده من التسرع، في وقت المفروض ان انت بتبقى هادي اكتر. التسرع ده بيتسبب ان انت بتفقد الكره كتير، فبيبدا المنافس ياخد الكره، يبدا يخلق عليك محاولات او يحاول يروح، فده بيخليك تخسر جهد، في حين ان انت وانت هادي بتبقى محتفظ بالكره، المفروض بتنقل الكره، بتكون هادي بالكره. ده احنا افتقدناه في اخر المباراة، وده هنتكلم فيه، لان ده لازم نتحسن فيه في الفترة الجاية احسن من كده. Und wir müssen schauen, dass oder der Spieler selber muss schauen, dass die beste Leistung bringen kann, und ich als Trainer muss schauen, dass ich das Beste zusammenfüge oder versuche das Beste zusammenzufügen, damit wir erfolgreich sind. Und das hat dann nicht jetzt speziell mit dem einen oder mit dem anderen Spieler zu tun. حمدي طبعا بالتاكيد كان لاعب مهم جدا معانا، وكان ليه دور كبير معانا الموسم ده في كل الادوار اللي كان بيعملها، لكن كل لعيب حاله مستقله. انا ما احبش ان انا اقارن لعيبه ببعض، اللعيبه اللي موجوده بتادي، وانا بحاول كمدرب ان انا اطلع من كل لعيب احسن ما عنده، وان المجموعه كلها تبقى متسقه مع بعضها. لكن كل لاعب ليه مميزاته، كل لاعب ليه سماته الخاصه، كل لاعب حاله فرديه لوحده، فانا ما بقارنش عمري لعيبه ببعضها او اقارن حد بحد. كل واحد ليه ادواره، وانا بشوف الادوار ومميزات كل لاعب وابدا ان انا اوظفها في مصلحه الفرقه، لكن انا مش في مجال ان انا اقارن حد بحد. واحنا قادرين ان شاء الله ان احنا نلعب ماتشات كويسه بكل الموجود. دي Spieler die hier dabei sind, die haben ja jetzt auch 10 Monate oder fast alle 10 Monate mit uns mittrainiert. Also das ist das gleiche, wir versuchen allen das gleiche zu vermitteln, okay? Und mit dieser Rotation ist es natürlich so, dass wir das gleiche System spielen, dass der Spieler weiß, okay, wir attackieren oder wir ziehen uns zurück oder wir wollen lange Bälle oder wir wollen kurze Bälle. Und das ist gut, wenn das natürlich alle mitbekommen. أيوة طبعا مهم جدا التدوير، انا بشوفه من اساسيات الكوره، بالذات مع فرقه بتلعب ماتشات كتير جدا زينا وعندها بطولات كتير بتشارك فيها في وقت واحد، فلازم ان يبقى كل الفرقه جاهزه. ما اقدرش ان انا اعتمد على عدد معين بس من اللعيبه، والا هيجي في لحظه من اللحظات هيبقى اللعيبه دي هتنهار بدنيا وذهنيا ونفسيا، فلازم ان انا دايما بغير فيهم طول الوقت، وان انا اخليهم كلهم على مستوى متقارب عشان اقدر ان انا اقدر اعدي بيهم كل المراحل دي او البطولات دي كلها. احنا شايفين بعد دوري الابطال مثلا، بطوله دوري الابطال اثرت بعد الفوز بالبطوله، اثر ذهنيا على لعيبه كتير، ان بدات الدوافع تقل شويه، بدا يحصل استرخاء شويه، فبتبقى محتاج تدوس على نفسك كمدرب او كمان كلعيب، ان انت تطلع من الحته دي، وان انت تجيب مستواك وتجيب دوافعك عشان تقدر تجيب احسن ما عندك، وده اللي بيساعدنا فيه دايما برضو التدوير. يعني هو ثلاث النقط اللي اتكلم فيهم هي نقط مهمه جدا، من فضلكم ما تقعدوش تقارنوا اللعيبه ببعضها، لان ده مش دورنا، مش لصالح الحد. انا بحاول كل لعيب، انا بحاول اخد من كل واحد السمات بتاعته واطلع من كل لعيب، ودي اهم جمله، اللي الفريق محتاجه افضل ما لديه، لان فيها جانب بدني وجانب نفسي وجانب خططي وكمان جانب التعامل مع مهارات كل لاعب الى اي حدود بيسمح له بحريه ممارسه هذه المهاره. فكره التدوير تحدث ايضا
واحنا كلنا لامسين من غير، هو مش محتاج يتحدث عنه. يعني يمكن اهم نجاح له انه قدر يورينا انك امبارح مثلا بتبدا الماتش في خمس تغييرات عن اخر تشكيل قبل منه. لا، وابتدت في اسماء الناس كلها كريستو كريستو، ابتدى يبان كريستو وابتدت تشوف فيه ملمح من ملامح الـ 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 الايجابيات اللي تدي لك تفاؤل. ايوه، وقبليه القندوسي، ايوه، واخد بالك، وفخري، ايوه، اللي في ناس عماله بس تتكلم هات لي غلطه واحده من ساعه فخري ما نزل امبارح غلطها. البس حتى كويس ده، بس كويس الارتداد، خطر كويس الارتداد، رؤيته اختراق، وعنده اذا سمحت الظروف وخد الثقه عنده ايجابيه عاليه على الجون، لانه ده هو اصلا كان طوال مراحل الناشئين بالظبط كان بيلعب برقم 10 وهداف. ولو كان ولما كان بيلعب تحت الفراوده برضه كان بيشوط، يعني عنده، وده ناشئ. فمن فضلكم اعتدوا بلعبتكم واعتدوا بناشئينكم، وطالما ان المدرب هو المدرب يعرفه منين؟ إيه؟ ما يعرفوش، لكن شايف ان في حاجه ممكن تتوظف. فخلينا كلنا يعني ندعم. هل السؤال اللي عايز اساله للكل، هل مستر كولر دلوقتي استطاع ان يحصل على ثقه معظمنا وخصوصا جماهيرنا اعلامنا المسؤولين داخل النادي الاهلي؟ جاوب انت. طبعا خد الثقه دي. طبعا. طيب يبقى لما واحد استطاع ان ينتزع الثقه، انتزعها ايه؟ بشغله، بالتطوير اللي حصل على اللعيبه، باستراتيجيته في عمليات التدوير، بالنتائج اللي حققها، والمستويات في معظم الماتشات، بدليل انك ما من ناقد رياضي او محلل، سيبك من الناس المتحامله دي على طول مش هتشوف حاجه الا لما يقول لك طبعا النادي الاهلي، النادي الاهلي مختلف السنه دي، النادي الاهلي، النادي الاهلي. يبقى نثق شويه في الراجل، نسمح له بحريه، وده حقه. ورينا انت هتبني الفرقه دي وتكمل بيها ازاي، ونعتبره مدرب صاحب مشروع. ده كلام مهم جدا، ويبقى برضو الكلام المهم قوي لشيخ المحللين الدكتور طه اسماعيل. نشوف فوز غالي، ما اقدرش اقول صعب، لانه الحقيقه يمكن الاسماعيلي ما قدمش المستوى المطلوب النهارده، لكن كافح بقدر امكانياته. شايف الاهلي كان ممكن يزود من الاهداف، شايف الاهلي كان ممكن يلعب بطريقه هجوميه افضل من كده شويه، ولا الحذر كان شعار مارسيل كولر عقب الهدف الوحيد اللي احرزه كولر؟ يعني هو ده الشعار، انه برضه لعيبه النادي الاهلي كانوا واخدين المباراه على انها مش مباراه سهله. ده صحيح. وان يكفي ان جبنا جول، فيعني معناه برضه دي حاجه كبيره ان جبنا جول ونقدر نحافظ عليه ونقدر نمسك نجمد الكوره ونلعب من جنب لجنب وبتاع وندور الكوره بالشكل الكوره بقى. نعم. فده برضه يعني معرفش هل التفكير ده جالهم من نفسهم ولا ما يبان كمان مثلا بالنزول فخري مكان قفشه. بالظبط. ما هو ده يديلك انطباع كده. صحيح تغييرات حسين الشحات وكريستو هجوميه، لكن انت بتطلع صانع العابك واللي عامل شوط كويس وعامل مباراه كويسه اللي هو قفشه، وبتنزل فخري في الدقيقه 75، يعني انت خلاص بتهدم الريتم خالص يعني. هو طبعا اصل التغييرات الهجوميه كانت مطلوبه في الاول، طبعا تنتهيت الشوط الاولاني وانت متعادل وعايز لازم تفوز وتجيب اجوال، ولذلك هو يعني ابتدى في التغييرات في الدقيقه يمكن بدا بدايه 67 كريستو مكان عبد القادر. 68 نعم كريستو بدل عبد القادر. نعم كريستو على فكره لعيب كويس قوي ولعيب شرس، وهو بيجري بالكوره شارب وبيدافع وحافظ على كورته بشكل كويس وهو بيجري بيها. نعم مستقبله كويس، وبعدين هيفيد النادي الاهلي في مراكز كثيره. نعم ممكن يلعب بالناحيه اليمين على اساس يكسر للداخل للشمال ويدخل، ممكن يلعب في الناحيه الشمال، وجربه النهارده في الناحيتين بالظبط، وهو يعني اجاد فيها، وده برضه من ضمن المكاسب. نعم انه واخد الفرصه دي في مباراه قدر النادي الاهلي ان هو يفوز في هذه المباراه، وهو يظهر بمظهر كويس. نعم طبعا هو، وانا متفق معاه، هو الاهلي لعب وهو كله قال كده، احنا كنا عارفين المباراه دي مش سهله. يبقى الاسماعيلي فريق كبير، احيانا الاسم والتاريخ بيديلك ودوافع التوقيت كمان بيديلك قيمه مضافه، قوه قيمه مضافه. والاسماعيلي عنده لعيبه كويسه وبالذات في الجانب الهجومي. يعني عنده سرعات، وعنده مدبولي، وعنده شامي، وعنده شبراوي، يعني
عنده وعبد الرحمن مجدي فانت بتلاعب فريق لا لازم يشيل همه مهما كان وضعه. النقطه الثانيه انك انت يعني لا احنا يا استاذ ابراهيم هو كل ماتش لما تستحوذ بنسبه 70% وانت صاحب الفرص الاكثر والركنيات الاكثر وانت الاخطر و و و ها يبقى ده معناه ايه؟ الجداره. المتعه احيانا تغيب، التوفيق احيانا يغيب، ما يديكش حقك. وجزء منها الراجل قال بعضها نفسي وبعضها ذهني وبعضها بدني وبعضها كمان ما عنديش وقت ان انا اصلح بعض الحاجات. لكن هو كان عايز اكتفى، لا انت عندك كورتين في العارضه، كوره عبد القادر دي كانت هيبقى جون بديع جدا 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 لانه منقول بكذا طريقه، كوره شريف كان هيبقى مجهود فردي رائع واستطاع ان ينطلق وينفرد ويسبق الدفاع ويحط كوره في بطن العارضه او في العارضه، لو ذره التوفيق كان هيبقى من احسن اهداف الموسم. ادي كورتين يعني بالاضافه ان تغييراته كما قال الكابتن طه كانت تغييرات هجوميه، نزل الكابتن الشحات صاحب الخبرات الهجوميه والدفاعيه ورمانه ميزان وكريستو. هو ربما لما سحب كابتن مجدي قفشه في وجهه نظري انه قالك الشحات يستطيع انه يلعب دور اللي يحافظ على رتم الهجومي، وخصوصا انت منزل لعيب هتختبر بقى تصرفاته وتفكيره لتاني مره بس بفرصه اوسع شويه. ظهر الراجل كويس جدا وعنده جرأه وعنده شارب وعنده سرعات وعنده تعاون مع زمايله وعنده ارتداد دفاعي، صحيح لسه تحس انه وكانه عايز يطلع المقرر كله في الربع ساعه دي من كتر حماسه، مع الوقت والهدوء والانسجام هتشوف واحد كويس جدا وهو اشاد بيه. كل دي مكاسب. كل دي مكاسب. ده كلام مهم جدا من الدكتور طه اسماعيل. نشوف الكابتن وليد صلاح الدين ازاي شايف انه كولر غير طريقه اللعب بالتغييرات، خصوصا بعد خروج قفشه ونزول محمد فخري اتحولت لطريقه شكلها عامله ازاي. النقطه الثانيه الثقه الزائده اللي انا بقى ممكن هنا اقول وارفع عنكم كلكم الحرج، تصل الى درجه الغرور في قلبي الدفاع. الاهلي خد اللي هو عايزه من المباراه. ماشي. مبروك، هارد لك الاسماعيلي. الاهلي بيلعب لعب تجاري. عجبني مستر كولر جدا في المؤتمر، قال ان بعد البطولات وده اللي احنا قلناه قبل الاستوديو، بعد ما بتحرز بطوله كبيره على طول الناحيه المعنويه بالضغط العصبي الشديد الدنيا، واحنا كلنا لعيبه كوره، كلنا احنا الخمسه لعيبه كوره وحسينا بالكلام ده. كتير جدا لما بتاخد دوري ابطال افريقيا بفرحه هستيريه بتميز في كل البطولات، واخد اربع بطولات الدوري قاب قوسين او ادنى من النادي الاهلي، شيء طبيعي ان المستوى ينزل. الراجل بذكاء شديد جدا قال ان هو دي ميزه الروتيشن. انا النهارده ما بلعبش خالد عبد الفتاح رفاهيه، لكن بلعب خالد عبد الفتاح عشان اريح محمد هاني. نفس الكلام اللعيبه اللي بتريح كهربا، حسين الشحات، اللعيبه دي مجهده جدا. فالاهلي بياخد اللي هو عايزه باداء مش احسن حاجه بل. لكن في الاخر عندنا حالات معينه الاهلي كان يقدر يكسب اكتر من كده. لكن مبروك طبعا النادي الاهلي، هارد لك للاسماعيلي. بص كابتن وليد لمس ورجع ورا شويه على البطوله الافريقيه، ان بعد البطوله بالفرحه العريمه دي لازم يحصل دروب، هو قدر يعالج ده بالروتيشن وانه يخلق دوافع عند اللعيبه الجديده اللي هي بتبان، وربنا خرجنا بافضل يعني انا تملي ببقى خايف من فتره ما بعد البطوله الافريقيه. طبعا. والحمد لله بعد اي بطوله كبيره يعني انت لعبت ثلاث ماتشات اظن ولا اربعه، كسبت ثلاثه وتعادلت واحد. فكويس، معدل مش وحش، واللي تعادلته مع فيوتشر ثالث الدوري. ثالث الدوري في مباراه كنت الاقرب من اللي قبلك والاكثر استحواذا و و و و و لكن ظروف الماتش. وخلي بالك يا استاذ ابراهيم كله بيلعبك تحت الكوره بتبقى الدنيا صعبه، حتى الاسماعيلي امبارح لعب كده في البدايه، لعب كده خالص لحد ما دخل الجون، ابتدى نتيجه تصرفاتنا الفرديه
عملنا بعض الخطورة على مرمانا. وليد بيلفت نظر قلوب الدفاع للثقة الزايدة. ما ينفعش. آه. وأنا حتى في ماتش فيوتشر في كرة كده كابتن محمد عبد المنعم عملها بس عدت. بس وقعت قلبي. ما عدتش المرة دي بقى. هي اللي اتقطعت منه وانفرد. حصل فيها انفراد. في حتت لما بقى أنا آخر واحد مهما كانت مهارتي. لو أنا باك باور مش ده القرار. طبيعة المركز لا. مش ده القرار. لأن مفيش حد يقدر يغطي غلطتي. وكويس إن هو بسرعته قدر يلم نفسه بسرعة ويرجع يتدارك الموقف. يعني على قد ما هو كده على قد ما يطمنك برضه إنه عنده حتة. معلش بس مش بس كل مرة. ما هو ما تقوليش معلش أنا لو أؤيد التصرف. أنا بقول لك يعني بس بقول إن دي برضه بتوضح ان الراجل ده عنده امكانيات. اديني امكانياتك العاليه دي بقى. ما تدينيش دماغك اللي ساعات شيطانك ووسوس لك حاجات ما تفيدكش. او لو اتحطت في كاريرك غلطه او اتنين او ثلاثه من دول مش هيبقوا يفيدوك. هتبقى الناس قلقانه من الحته دي. انت لعيب كويس جدا استخدم المهاره في توقيتها ولما تبقى حاسس ان ممكن يعني ما تسبب لكش انت مشكله او للفريق. خاصه الفريق كسبان 1-0 يعني ما كانش يحتمل يضيع منه ماتش زي ده. ايوه. واعتقد ان هو من الذكاء انه يقدر يقيم. يتدارك ده. لا وكل لعيب لازم يبقى عنده قدره على انه يقيم اداؤه يعني. خبرات رامي هو الغزوه العنتريه اللي عملها دي ما هو خلاص انت فوت من واحد التانية باصي وارجع حتتك تاني لان مش دورك الاختراق مش هتوصل للجوه انت مش هتوصل للجوه لو انت في نص الملعب يعمل كده لكن لما تبقى برضو انت في الاخر طبعا سمعوا الكلام ده كتير وتقلهم كتير والكابتن عارف انا بمناسبه الكلام بس انا ده. لما جاب سيره انا بس عايز اذكر خالد عبد الفتاح خالد عبد الفتاح لعب باك ليفت قدام فيوتشر وكان رائعا مش قدام فيوتشر ولا قدام البنك؟ لا البنك البنك ولعب باك رايت وخد معظم المباراه يعني وكان باك ليفت لعب باك ليفت لا مكان علي معلول مكان علي معلول لعب ليفت وكان كويس وعمل كورات وقطع وبتاع ورقص ويعني كان ايجابي جدا وفي الباك رايت نفس الشيء ولما جربت سرد باك لقيت نفس الشيء الكواليتي ده من اللعيبه ده بيدي طمأنينة بيدي ارتياحية للمدرب طبعا زائد الجدية اللي هم عليها هو مروان الحقيقة وأنا مبسوط إن مروان امبارح خد مان أوف ذا ماتش لأنه كان يستحقها الماتش اللي فات أيضا ويستحق يعني هو بيدي لك أداء ثابت بقاله مدة طويلة يعني فالفرقة باللي هي فيه عايزين أحسن طبعا لكن خلينا نقبل ده في الظروف دي لان زي ما انت بتقول مش معقوله كل تالت ماتش احنا مش كل تالت ايام ماتش ده كل تالت ماتش كل تالت يوم ماتش كل تالت يوم ماتش يا رب نقدر بس نعديه على خير التلات ماتشات اللي جايين دول طيب نشوف كمان راي الكابتن محمد فضل شايف الاهلي خلاص قرب تماما بطوله الدوري العام هل اداء النادي الاهلي الاهلي كان دايما بيفرط في نقاط كثيره جدا شايف انه متمسك حتى وان كان احيانا العروض باعتراف كولر نفسه ما بتكونش على المستوى اللي هو عايزه. الاهلي قرب من زمان. من زمان. ده من وجهه نظري. نعم. يعني هو في ارقام وفي ناحيه فنيه، نعم. الاهلي مقرب من زمان جدا. والدليل التفوق لكولر كناحيه فنيه، اللعيبه كناحيه فنيه وناحيه ذهنيه ونفسيه وكل حاجه. ايوه. النادي الاهلي السنه دي مختلف تماما. الجمهور. يعني حضرتك بعد بطوله افريقيا هديك حاجه بسيطه جدا. تاني يوم بطوله افريقيا واحنا ماشيين. اي حد ينتمي الى الاهلي او اي نعم ال 12 حاجه غريبه جدا فهو ده دافع كبير جدا واللعيبه مركزه جدا واللعيبه عاوزه تعمل طموح الجمهور وطموح النادي واسم النادي فانا بتهيالي ان هو الاهلي لا من النادي الاهلي من فتره كبيره كابتن الدوري وبالنقاط يمكن احنا بنتكلم النادي الاهلي 72 فاضل له ثلاث مباريات مؤجله لو يعني فاز فيهم كلهم هيبقى
لا بالزبط. مش هيبقى فريق أربعة، هيبقى اكتر كمان لان منهم ماتش بيراميدز بالظبط هيبقى نعم. اكتر و... نعم. وحتى الدليل حصوله على عدد من البطولات سواء المحليه او حتى الافريقيه، فالنادي الاهلي السنه دي مختلف تماما ومتفوق تماما. هو ثقه الكابتن فاضل في النادي الاهلي السنه دي عاليه جدا يعني هو بيقول لك لا هو يعني يقرب من الدوري من مده كولر متفوق في الناحيه الفنيه اللعيبه متفوقه فنيه وذهنيه ونفسيه وكل حاجه الاهلي هذا الموسم مختلف تماما ويراها كذا وقال وده مدي جمهوره الانطباع ان تاني يوم بعد ماتش بعد ال11 ال12 يا اهلي هتيجي الا من ثقتك في فرقتك. والحقيقه واحد من اللعيبه يا جماعه اللي لفتت النظر بشده واستحقت التحيه والاختيار الجماعي مين؟ نشوف خبراء التحليل اختاروه مين. رجل المباراه او مان اوف ذا جيم مروان عطيه. مروان عطيه. مروان عطيه بسم الله ما شاء الله يعني عيني عليه بارده. يعني ما غلطش غلطه واحده. نعم. لا في الاستقبال ولا في التمرير. ولا في تخطيط. وبعدين عامل سبورت لكل نعم. اللعيبه اللي معاه الكوره مع الباك رايت رايح عامل سبورت له عشان يستلم منه. والكرات حتى المشتركه بيدافع فيها بدفاع نعم. شرس جدا ورشيق وخفيف الحركه. نعم. حقيقه عامل مباراه ممتعه جدا وده مستواه اللي ثابت على طول في الفتره اللي فاتت. كابتن وليد. مليون في المية مروان عطية بتفق مع الدكتور طه كمان ما شاء الله بقى مريح علي معلول جدا نعم. جبنا مواقف في مباراة البنك الأهلي والنهاردة علي بقى بيزيد بشكل كبير جدا نعم. ومروان عطية دي واحدة من اللقطات الرائعة كتيرة. نعم. كمان النهاردة عنده حاجة زيادة انه بيزيد نعم. عنده 3-4 محاولات للتصويب وعنده نعم. واحدة ركنها ببطن رجله مروان ان شاء الله بإذن الله يعني ديفندر منتخب مصر ان شاء الله. كابتن أبو جريش. مش هختلف عن الكباتن انا معجب جدا بمروان وادائه وطريقه واسلوبه الجميل اللي متعنا بيه الفتره اللي فاتت. كابتن فضل مروان يعني نعم. مروان من زمانه واول ما ابتدى يلعب قلت هيبقى اساسي منتخب مصر ان هو في ريحه من الناس احمد حسن حته من حسني حته من حسام غالي نعم. في حاجه بقى مش شايفين حد ديفندر كده زياده نعم. ان دكتور طاو نعم. وكابتن وليد وكابتن جريشه زودوا عليها موضوع التصويب نعم. هو ابتدى يصوب لسه مش بدقه بنسبه 100% بس دي هتبقى اضافه كويسه طبعا مروان خلاص هو اصل هو المساله بتبقى اما اللعيب بيبقى ماشي بالطريقه دي بيبقى واضحه مفيش خلاف عليه هو بيتطور بس ايه عايزين كده نسيبه في حاله شويه علشان يكمل مشواره الجميل ده ولكن احنا ما باركناش للمنتخب الاولمبي المنتخب الاولمبي عمل حاجه حلوه قوي يعني منتخب الاولمبي الحياه بعد البدايه اللي كانت شويه مقلقه قدر يتدارك المساله ويفوز ببقيه مبارياته ويتصدر مجموعته وكمان يتخطى منتخب غينيا في السيمي فاينل ويروح للنهائي اللي هيبقى مساء السبت لكن هي الحفله في كل حته الاهلي عمل حكايه بالسطلانة نشوف لعيبة المنتخب الأولمبي هم بيحتفلوا على طريقة الأهلي وده يوري لك قوة الناس اللي عايزة تعرف قوة الأهلي إن اللي بيعمله النادي الأهلي بيبقى زي ولعت عود كبريت الراجل مؤلف والملحن مش مصدقين طالعين يشكروا في الأهلي وفي محمد طاهر وطاهر محمد طاهر ويقول لك اللي أنت عملتوه للأغنية دي حاجة عالمية على مستوى العالم كل العالم بيغني سطلان في قطر في إسبانيا ريال مدريد مدرسة الكورة فيه بيغني سطلانة في كل حتة اللحن سريع وخفيف والبودي لانجوج بتاع المكتوب انت رغم ان الكلمه يعني مش انا سمعت الراجل اللي كاتبها كان مع لميس الحديدي هو علشان هي كانت معموله لعلي ربيع علشان هي ليها علاقه هتتغنى في ناس في حاله صطل يعني ناس مسطوله فهي سطلانه سطلانه
على ان الناس يعني متدروخه يعني متدروخه. يا ريتها كانت في ظروف احلى. لكن اللحن دمه خفيف واللحظه والافيه والبتاع يعني في حاجات كده زي اليوم الحلو ده مش عارف السطلانه في حاجات كده الناس ما عايزه تعيش نوع من البهجه فما بتصدق تلاقي حاجه بس المفاجاه الرد الفعل العالمي عنها. طيب المنتخب اللي لهم بالحقيقه مستر ميكالي عامل تجربه كويسه، المنتخب النتائج بتاعته كويسه، تاهل الى باريس، هيختار ثلاث لعيبه من فوق السن الاولمبي يشاركوا معاه في الدوره الاولمبيه، وهنا اتفتح باب الجدل. تفتكر ايه؟ لا محير طبعا، لانك انت في وجود محمد صلاح هل من الممكن في عقل صلاح ممكن ما يجيش مثلا؟ ما فيش عقل مش هيقول لك محمد صلاح هيبقى المرشح الاول. انما لما يعتزل. انما هل محمد صلاح يروح ولا لا؟ ده موضوع تاني. طيب هتعوز جون مع حمزه ما انت المره اللي فاتت صبح كان متالق والدنيا وخدتش الناوي هيحصل ده تاني ولا هتاخد حاجه تاني؟ بعض الاراء يقول لك حمزه شايلك وتاهل وخد احسن حارس تاني. ما انت بتبقى محكوم احيانا ساعه الجد هي المسؤوليه هتبقى عامله ازاي هناك. طيب اديني اتنين لعيبه النهارده تقدر تقول من الدوري المصري لو راحوا. خلي بالك انت بتعوزهم ايه بقى؟ مش بس ناحيه فنيه وناحيه قياديه وقدوه ويبقوا موجودين في وسطهم يرفعوا. انا رايي لو اعتبرنا دفاع ووسط وهجوم نختار لعيب في كل يعني انا اتصور لو مش هياخد حارس مرمى. لو خد حارس مرمى هياخد الشناوي، لو اكتفى بحمزه واللي معاه خلاص. في السيرد باك ربما يكون محمد عبد المنعم مثلا هيبقى. لو مفيش صلاح ممكن جدا يبقى تريزيجيه. ممكن جدا. انت محتاج الخبرات والتقل. يبقى محمد عبد المنعم وتريزيجيه. ولو ما خدش الشناوي هياخد واحد من نص الملعب. لازم ياخد فيرود. لا ما هياخد تريزيجيه، ممكن ياخد مصطفى محمد. ما هو انت يعني اقرب لرؤوس الحربه غالبا ياخد مصطفى. يبقى بين مصطفى وتريزيجيه اذا اعتذر صلاح. طبعا لو جه صلاح ممكن يبقى باثنين، ممكن نحسب صلاح باثنين. ما هو لو صلاح جه يبقى مش عايزين اثنين تاني. ممكن يقول لك كفايه بلاش تريزيجيه بلاش حد تاني. بس هو بيني وبينك حمل شديد على محمد صلاح يعني. انما لعيب زي ده ما حدش يقدر يعني. هي هتبقى برضه انت بتتكلم في 2024 الله اعلم وقتها الدنيا ماشيه ازاي. طبعا ده كلام النهارده. على رايك. هل حمدي فتحي ممكن حد يفكر فيه في خط الوسط؟ ممكن على اساس تجربته مع الوكره هي اللي هتبين مدى جاهزيته وقتها. زيزو مثلا. زيزو ماتش الاتحاد مهم وصعب. ايوه وانا ما كنت نفسي من يعني تسيبني سهيان عن الماتش ده. صعب لسبب الاتحاد فريق كويس، فريق جماهيري، فريق عايز يكسب، فكل الدوافع موجوده عنده، وفريق حبيبنا. فريق حبيبنا وليه كل التحيه سيد البلد. دمتم للاهلي دائما ودام لكم. لكن الاهلي عايز يخلص بإذن الله تعالى بطلا شامخا وعلى خير. نلتقي مساء الاثنين القادم ان شاء الله. تصبحوا على خير.